بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مساء الخير على حضراتكم جميعا أطباء الأطفال في كل أنحاء جمهورية مصر العربية في كل محافظة من محافظات مصر، كمان على مستوى الميدل إيست في كل الدول العربية اللي بيسمعونا النهارده. يعني ده أول لقاء لينا بعد مؤتمر ميديا إيجيبت 2021 اللي كنا عاملينه في الفترة 9 و10 و11 يونيو السابق اللي فات ده. طبعا زي ما عودناكم ان احنا دايما الكونتينوس ميديكال إديوكيشن عمله الإيجيبشن أكاديمي أوف باتريك الأكاديمية المصرية لطب الأطفال اندورسد من الإيجيبشن ساينتيفيك سوسايتي أوف باتريك وجه الجمعية المصرية العلمية لطب الأطفال وحديث الولادة. رجعنا لكم بقى بعد المؤتمر عشان نبدأ بمشيئة الله أولى الويفز للأكتيفيتيز اللي بتعملها الأكاديمية والجمعية. قعدنا النهاردة مع عالمين، فعلا عالمين، أعلام طب الأطفال والنيوناتولوجي على مستوى الميديست كله، كلنا بننتظرهم، كلنا دايما نحب نتعلم منهم وبنسمع لهم، ولما بيجوا يحضرونا إيفن في مؤتمرات أو فيرشوال بعد موضوع الكورونا نبقى كلنا بنجري عليهم إيفن ساعة المحاضرة أو بعد المحاضرة. أساتذتنا الكبار أستاذ الدكتور هشام عوض أستاذ طب الأطفال والنيوناتولوجي في طب جامعة عين شمس، أستاذنا الدكتور عادل رياض أستاذ طب الأطفال والنيوناتولوجي في طب جامعة بنها. النهاردة الجديد بقى عندنا مختلفين، يعني إيه، إحنا الدكتور عادل والدكتور هشام دايما بيعودونا على الجديد بخلاف الناحية العلمية، الاثنين النهاردة موجودين على 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 الزوم، على يعني على ايه يا دكتور هشام، على كاميرا واحده، موجودين في مكان واحد، هيعملوا الديسكشن، هيعملوا المحاضره مع بعض سلايد واحده وهيتكلموا مع بعض. النهارده هيبقى ايتس قوي جدا جدا جدا. معلش يا دكتور هشام، مش عايزين نعرض بس البتاع لغايه ما نتكلم مع حضراتكم دكتور عادل بعد اذنك. طبعا هيتكلموا طبعا النهارده عن ديبيت كبير قوي، ديبيت بنتكلم فيه عن الانترال نيوتريشن في البري تيرم فيدنج. يمتعونا طبعا ازاي البري تيرم، خلاص الانترال يبقى له سيشن لوحده، بنتكلم النهارده على الانترال ازاي البري تيرم بيبي ايفن فيري لو بيرس ويت او لو بيرس ويت بيبي ازاي في النيكيو نديله انترال نيوتريشن، ازاي ستشارج بتاعه على الانترال نيوتريشن، وامتى بوست ديسشارج فورمولا، وامتى البري تيرم بيبي هنديله بقى الفورمولا اللي هي العادي للفول تيرم فورمولا هنبدا بها من امتى. فطبعا النهارده ديبيت رائع، اختيار رائع من حضراتكم فعلا للديبيت ده، وزي ما بشكر حضراتكم طبعا منورنا ومشرفنا. الاول اتفضل دكتور هشام، اتفضل دكتور عادل. عايزين نعلي الصوت بقى شويه، هو صوتنا واطي ولا ايه؟ لا زي الفل كده. اتفضل يا فندم، نطمن بس ان الشير سكرين، لا الشير سكرين شغاله وكل حاجه تمام. طب خلينا بس ايه نرجع للي احنا ثانيه واحده. اتفضل دكتور. تفضل دكتور عادل، تفضل حضرتك. ثانية واحدة علشان ايه، انت سامعني ولا مش سامعني؟ انا سامعك كويس قوي، بس عايزين حضرتك، بس يعني حضرتك نرحب بالاطباء ونرحب بحضراتكم ونسمع صوت حضراتكم قبل ما نبدا الديبيت بمشيئة الله. حالا ثانية بس الجديدة شوية. احنا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا يسعدنا ويشرفنا وجودنا معاكم زملائنا وأساتذتنا وأخواتنا الصغيرين، والحقيقة أنا والدكتور هشام دايماً الحقيقة مع بعض في المؤتمرات ومع بعض
في المحاضرات في مختلف نواحي الجمهورية الحمد لله. والمرة دي هنتكلم مع بعض بإذن الله على الانترال فيدينج اوف ذا بريترم والديبيتابل ايشو بتاعه بين الدكاترة وبعضهم. وإن شاء الله المحاضرة تكون ممتعة والناس تتبسط منها والناس تستفيد منها بإذن الله براكتيكالي في شغلهم بإذن الله. دكتور هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب. نورنا دكتور هشام. اتفضل. برحب بزمايلي وإخواتي و أساتذتي وأصدقائي أطباء طب الأطفال على مستوى مصر والشرق الأوسط. بشكر دكتور وائل بحبح ودكتور زنون أنه أتاحوا لنا الفرصة اللي احنا نكلم الإخوة والزملاء من هذه المنصة. بشكر شركة أبوت لإتاحت لنا هذه الفرصة اللي احنا نشارك الإخوة في هذه الليلة العلمية إن شاء الله. الموضوع ده موضوع شائك من ضمن المواضيع الفيري كريتيكال واللي هتفرق جدا في الموربيديتي والمورتاليتي في الأطفال على مستوى مصر ومستوى الشرق الأوسط. الفيدينج اوف ذا بري تيرم ده حاجة أساسية جدا 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 وهتفرق في البروجنوزز بتاعهم. والموضوع ده من مواضيع الكوميتي بتاعت الجايد لاينز شغاله عليه وان شاء قبل الله. بس ما قبل ما اسيب حضراتكم بقى دكتور هشام. دكتور هشام حضرتك معايا؟ ايوه انا معاك دكتور هشام. ايوه انا معاك. سمعني؟ الو سمعني يا دكتور وائل؟ يا دكتور وائل احنا ما عندناش مشكله المفروض متهيألي يعني. ايوه يا باشا مع حضرتك. الصوت متاخر بس شويه. ده متاخر كتير طبعا. قبل ما اسيب حضراتكم معلش حضرتك سامعني كويس؟ ايوه يا دكتور وائل. سامعني يا دكتور هشام؟ ايوه سامعك. تمام اوكي. انا قبل بس ما اسيب حضراتكم تكلموا يعني قبل ما اخرج منها احب طبعا زي ما حضرتك قلت اشكر شركه ابوت نيوتريشن انها اتاحت لنا الفرصه ديت وان حضراتكم تكونوا موجودين معانا واتاحت الفرصه لجميع اطباء الاطفال في الميدل ايست ان هي تسمع حضراتكم ويسمعوا موضوع مهم وشيق زي ده. دكتور ابراهيم رجب طبعا، دكتوره روان، دكتور انجي وكل التيم بتاع ابوت نيوتريشن. وهسيب حضراتكم دلوقتي عشان نستمتع وهرجع لكم بعد الدسكشن باذن الله الأسئلة. شكرا دكتور وائل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الانترال فيدينج اوف ذا بريترم بيبي. بريترم انفانت احنا هنتكلم على طفل كان كيس سيناريو. This is 1050 grams neonate is just delivered vaginally at 26 weeks gestation to a 22 years old primary gravida due to drained liquor and fetal distress. يبقى طفل وزنه كيلو 50 جرام 26 اسبوع الام 22 سنه old primary gravida due to drained liquor and fetal distress. The mother received two doses of dexamethasone antenatally. The baby is intubated due to severe distress with apnea. Being intubated, he receives a dose of surfactant. Respiration now regular. Saturation improves on 25% oxygen. The baby is extubated ومحطوط على CPAP وتركب له umbilical venous catheter. Are you going to start enteral feeding at this age? دي مسألة ديبيت. عيل 26 أسبوع عنده RDS محطوط على CPAP. هنيجي نقول لو نبتدي الفيدينج هنلاقي زمايلنا وإخواتنا حد يقول ده very immature gut
عندي diminished cell mass وإنزيم activity بتاعت digestive enzymes, عندي increased permeability, عندي disordered immature motility, عندي susceptibility to NEC وعندي limited capacity for handling of the feedings. وكل الحاجات دي حاجات صحيحة 100% ونو discussion فيها, موجودة في الطفل. بس الجانب الآخر من القصة إنه حقيقي immature gut, ولكن maturation occurs rapidly usually within less than 2 weeks. والmaturation will depends on stimulation by nutrient, يعني trophic feedings. يعني لو ما ابتديتش أحط nutrients في الجت بتاع الطفل ده مش هتحصل. This meeting is being recorded. لازم علشان تحصل الماتوريتي بتاعت الجت اللي أنا أدخل النيوترينت الانترال نيوترينت جوه الستومك. مجرد ان النيوترينت لما تخش جوه الستومك this will induce maturation of gastrointestinal tract. هيجي حد يقول لي طب وانا اعرف منين ان الجاسترونتستينال تراك بقى ماتور؟ عندي unmistakable evidence انه الجت بقى ماتور, الا وهو الموتيليتي. وان الموتيليتي بتاعت الانتستين بتحصل بعد الماتوريتي بتاعت الدايجستيف باور, وبعد الماتوريتي بتاع الديفنس ميكانيزم, وبعد الماتوريتي بتاعت البرميابيليتي بتحصل ماتوريتي اوف موتيليتي. يبقى الطفل القادر على الاخراج, القادر على الباسج اوف ستولز ان شاء الله, يبقى بقيه الاسبيكتس اوف ماتوريتي تحققت. اند سمبلي ذا باسج اوف ستولز از ان اكسلنت ساين اوف جات ماتوريتي. لو احنا ما حطيناش حاجة في بطن الطفل ده, lack or absence of enteral nutrients, زي ما دكتور هشام دلوقتي قال, احنا بنبقى في مشكلة لو ما دخلوش ال gut feeding. هتلاقي عندنا diminished intestinal size and weight, atrophy of intestinal mucosa, delayed maturation of intestinal enzymes, increase intestinal permeability and bacterial translocation. عشان كده من أسباب السبسس delayed enteral feeding. لو الطفل ما دخلش الاستمك feeding even trophic feeding, احنا بنكارج البكتيريال translocation وبنأدي إلى neonatal sepsis. عشان كده برضو منقول إن الـ NPO مشكلة كبيرة, وده قرار very senior, مش بتاع اللي قاعد في الوقف النبطشية هو اللي يقول لا كفاية كده وقف الأكل. أو هتلاقي delayed in maturation of intestinal motility and motor activity, وده دكتور هشام اتكلم على الموتيليتي. مجرد الـ passage of stool من البيبي ده نطمن إن في gut maturity. Lack of hormonal responses زي الجاسترين secretion, neutrophic hormones for intestinal growth. Putting the baby NPO for long periods is associated with a threefold increase in risk of NEC. انت بتزود الريسك بتاع necrotizing enterocolitis 3 مرات لو خليت الطفل ده NPO مدة طويلة. فلازم نخلي بالنا ان الـ early enteral feeding is extremely important. Are you going to feed the baby while having a UVC على umbilical venous catheter أو arterial catheter؟ دي من الحاجات الكتير خالص الناس بتعترض عليها, علشان الـ previous reports بتاعت الـ disordered intestinal function with the presence of umbilical catheter. طبعا الـ much more serious عن الـ umbilical venous, الـ umbilical arterial catheter. لو الطفل ثبت انه الطفل لو عنده امبلايكال ارتيريال كاسيتر والامبلايكال ارتيريال كاسيتر محطوطه ان بليس بروبرلي, ذير از نو انتورد ونو انتورد ايفنتس بينج ريبورتد, الاطفال المتركب لها الامبلايكال كاستر از نوت ا كونترا انديكيشن تو ستارت جاسترونتستينال برايمينج اند جاسترونتستينال فيدينج. ذير از نو انكريز ريسك of enteral feeding while umbilical arterial catheter is in place as long as the catheter is functioning optimally.
ماشي ما عنديش إسكينيا في الليمب ما عنديش إسكينيا حصلة يبقى once الأمبريكال كاستر ركبة in place and functioning normally this is not a contraindication for enteral feeding. This is طبعا very important موضوع الكاتيتر دي وكلنا لازم نبقى عارفين ان البيبي لما بيدخل عندنا في الانتنسف كير اول حاجة بنحط له أمبريكال كاتيتر لحد ما نقدر نحط له percutaneous catheter. فبالتالي نخلي بالنا ان this is not a contraindication for enteral feeding. لو جينا اتكلمنا على الترافيك فيدنج. ايه الديفينيشن بتاع ترافيك فيدنج؟ ترافيك فيدز ار ديفايند از مينيمال فوليومز اوف ميلك فيدز مينيمال فوليومز اوف ميلك فيدز من 10 ل 15 ملليلتر بير كي جي بير داي. يعني لو الطفل ده وزنه كيلو أقدر أديله 15 سنتي في اليوم from the day one starting feeds preferably within 24 hours of life. يعني كل ما هبتدي بدري كل ما بحمي الطفل ده من مشاكل كتيرة. والترافيك فيدينج زي ما قلنا 15 مليليتر قد يزيد حتى even ل 25 المهم per kilogram per day وبنقسمهم وبنبتدي اول ما يبتدي اليوم الاول 24 ساعه بنبتدي ندي على طول الترافيك فيدنج. اكسرسايز كوشن ان اكستريملي بري تيرم اكستريملي لو بيرث ويت اور جروث ريستريكتد انفانتس. هم ده اللي بنبقى خايفين وبنبقى حريصين شويه ممكن تبتدي بجرعات اقل من ال 25 تبقى 15 او 10 ل 15 زي ما قلنا. لو قعدنا 24 ساعة أو 48 ساعة بكتير ومش قادرين نحصل على الماترنال ميلك أو دونر ميلك بنضطر نلجأ للفورميلا ميلك. يبقى أنا ممكن أستحمل مستني إن أنا أدخل أول حاجة تدخل الجات بتاع البيبي ده بريست ميلك هيومن ميلك هيز ماذرز أون ميلك ذا بيست. فلو لقينا ان الام متأخرة او مش عارفين نجيب دونرز ميلك هناخد الميلك فورمولا. Hence the formula milk may be used after exhausting other options. بعد ما نكون مش عارفين نجيب من الام لبن مش عارفين نجيب دونرز ميلك بنضطر نجيب البريتر فورمولا. لبن الام even حتى from day one بناخد few drops ونحطها في بقه swabbing of the mouth. swabbing of the mouth بتاع البيبي في منتهى الأهمية وده ممكن ما يوصلش الجت لكن عشان الميكروبيوتا تبتدي تشتغل في الجهاز المناعي بتاع الطفل ده. الearly introduction of progressive early introduction of progressive enteral feeding 1 to 2 days of age did not increase the risk of necrotizing enterocolitis, mortality, or feed intolerance. يعني احنا ما نخافش من دخول الفيدنج بدري بنحاول ندخله كل دي systematic review 7 trials 964 very low birth weight infant. دي level of زي ما شايفين اخر حاجة ظهرت تحت كده level of evidence level 1A the highest level. The volumes A 9 trials على 750 طفل تقريبا very low birth weight infant. The actual volume of trophic feeds ranged from 10 ل 25 زي ما قلنا ممكن يكون 10 ل 15 كاتبين 10 ل 25 and onset from day one of life onwards. يبقى بنبتدي في أول يوم بنبتدي ب 10 ل 25 ملليلتر بير كي جي بير داي. الديوريشن بتاعها there is not enough evidence to recommend the maximum duration of trophic feeding before starting nutritional feeds. يبقى ما نقدرش نقول هنوقف بعد 3 أيام 5 أيام trophic feeding ونبتدي nutritional. دي ما فيش evidence بتقول هنعمل إيه. دكتور هشام هيجي سؤال طيب حد هيسأل امتى we decide in to what are the contraindication for trophic feeding.
انت مش هعمل اي ترافيك فيدينج، مش هعمل اي ترافيك فيدينج في السيناريو اللي عندي فيه انتستينال اوبستراكشن or the setting of intestinal obstruction or ileus. لو عندي surgical abdomen, لو عندي perforation of the intestine, لو عندي malrotation of intestine, لو عندي atresia of the intestine, في أي حالة من الحالات surgical abdomen في النيونات, these are actually the contraindication of trophic feeding. لكن وجود الأسفيكسي, وجود السبسس, وجود الهايبوتنشن, وجود الريسبيراتوري ديستريس, وجود الديستربنس اوف جلوكوز, الفنتيليشن اند امبليكال لاينز, ودي من اكتر الاكسكيوزز اللي موجوده في النيكيوز اللي تخلي الدكاتره ترفض ان تبتدي الانترال فيدنج او التروفيك فيدنج. هذه السبع اسباب, الاسفيكسيا والار دي والسبسس والهايبوتنشن والجلوكوز disturbance with ventilation and umbilical lines, these are not contraindication. The contraindication is surgical abdomen or the ileus. ايه الراشنال؟ الكوكرين ريفيو ورت ان في الفيري لو بيرث ويت نيونيتس ويز اسفيكسيا ريسبيراتوري ديستريس سبسيس هايبوتنشن جلوكوز ديستربنس فنتيليشن امبليكال لاينز ذير از نو ادفيرس افكتس هاد بينج ريبورتد فروم الايرلي انترودكشن اوف ترافيك فيدنج. ودي ليفل اوف ايفيدنس 1A ماينس, دي من اقوى ليفل اوف evidence. يبقى كل هذه الحجج او الاكسكيوزز ار نوت valid تو ستوب الانترال فيدنج او الانترال ترافيك فيدنج. هنستخدم ايه, وات تو يوز تو ستارت انترال فيدنج؟ قلنا انه الستارت الانترال فيدنج تايب اوف ميلك فور ستارتنج انترال فيدنج الايديال الفيرست تشويس ات از اون ماذرز اكسبريسد ميلك should be as freshly as possible. يعني خصوصا لما يبقى في situation extremely low birth weight neonate, طفل عنده severe intrauterine growth retarded, situations دي ببقى خايف على الجت جدا جدا جدا. اما بقى في هذه situation بالخوف الشديد على الجت, بدي البلسم الشافي الذي يخص الانتستين. البلسم الشافي الذي يخص الانتستين الماتيرنال كولوستروم وفريشلي اكسبريس, يعني بجيب الام عندي في الرعايه واعمل اكسبريسنج للبريست ميلك وما بدخلوش الثلاجه, وباخده مباشره احطه سواء في الماوس بتاع الطفل علشان اعمل ماوس كير واعمل كوتينج للميوكس ميمبرين بتاعه الماوس, او احطه في النيزوجاستريك تيوب من غير حتى ما ادخله في الثلاجه as frequently as possible. لو الام كان عملت الاكسبريس ما كانتش عندي وشفطت اللبن, هقول لها ما تشفطي اللبن, هاتيهولي بترتيب التشفيط, ويستحسن اخد اللبن المتشفط واديه بنفس ترتيب التشفيط. يعني اول حاجه تخش تبقى اول حاجه تشفطت, ثم الثاني ثم الثالث and so on. ما لو ما قدرتش اللي انا اجيبه as freshly as possible هاخده frozen, هدي in the same order. ما عرفتش اجيب الفروزن ماتيرنال ميلك, يبقى ببتدي ادور على الدونيشن الهيومن ميلك دونيتد من واحده ست تانية بترضع طبيعي واخد الدونر ميلك. طبعا لو قدرت اجيب الدونيتد ميلك من واحده عندها عيل بري تيرم افضل, علشان لقوا انه there is variation of human milk composition according to gestational age و according to postnatal age. يعني كل ما كان early post delivery وكل ما كان الطفل كان أصغر, بيبقى البروتين content بتاعت الماترنال ميلك أعلى بكتير خالص, and this is an advantage. بالإضافة للديفنس ميكانيزم الموجود سواء اللاكتوفيرين سواء السيلز سواء الميدياتورز والسيتوكاينز بتبقى أفضل بكتير. إن ما كانش في أسوأ الظروف, أي ماترنال ميلك ما هيبقى أفضل من الارتفيشال ميلك, and it has got powerful, there is strong evidence in the maternal milk is very protective against necrotizing enterocolitis, طالما ما دخلتش أي artificial milk أو أي origin of
ثاني كاوز ميلك على الفورم على الملك اللي انا بديه and this is extremely protective against NEC. ما توفرش ولا حاجه يبقى ده الرول بتاع البريتيرم فورمولا, وده هنعمل له ابروتش في الجزء الاخير بتاع المحاضره باذن الله دكتور عادل وانا هنتكلم في النقطه. ايه الراشيونال فور الترتيب اللي احنا قلناه ده دلوقتي؟ الراشيونال في الترتيب ده من ضمن الحاجات انه الفريش ليه فريشلي علشان في كومنسلز واميون سيلز واميون فاكتورز وانزيمز, كل هذه الفاكتورز بتبقى الماكسيموم بوتنسي بتاعتها لو ما اتلكش اللبن واديته ايميديتلي حطيته ايميديتلي في الجات دي تبقى الماكسيموم بوتنسي بتاعه المدياتورز دي والكومنسلز, ما قدرتش هعمل له فريزنج طبعا يبقى نقطه اقل, ولكن في اي سيتويشن عندي اكستريملي فير فيها اكستريملي فير يبقى ادي البلسم الشافي وحط خد الفريشلي اكسبرس. ثبت ان النيونيتس هو ريسيف ان اكسكلوزيف هيومن ميلك بيز دايت. يعني ايه اكسكلوزيف هيومن ميلك بيز دايت؟ يعني الهيومن ميلك حتى لو محتاج فورتيفاير بره عندهم حاجه اسمها هيومن ميلك بيز هيومن ميلك فورتيفاير, يعني هيومن ميلك فورتيفاير معمول بلبن الام مش معمول بكاوز ميلك, تكلفته عاليه جدا جدا, ولكن هذه التكلفه ناثينج تو كومبير بالتكلفه حدوث حالة النيكروتايزنج انتيروكولايتس. تكلفة حدوث النيكروتايزنج انتيروكولايتس بتبقى أغلى بكتير لدرجة أن الكوست بنفيت ريليشن شيب ما بين دفع هذه الأموال الطائلة في الهيومن ميلك بيز هيومن ميلك فورتيفاير أفضل مليون مرة من دفع تكلفة حدوث النيكروتايزنج انتيروكولايتس. لقوا أنه عندي significantly lower rate of NEC and surgical NEC compared baby receiving the preterm formula or human milk with bovine milk based fortified. يمكن هنا هقول حاجه برضو يعني باكد كلام الدكتور هشام ان زي ما انتم شايفين لو احنا واخدين الهيومن ميلك لوحده وحبينا نحط فورتيفاير هنبقى عندنا هيومن ميلك بيز فورتيفاير. And once دخل البوفاين ميلك بيز فورتيفاير برضو الدنيا ما بقتش مظبطه حتى لو حطيته على هيومن ميلك, لان انا دخلت عنصر تاني وهو البوفاين ميلك في الفورتيفيكيشن. فكل ما بنبعد عن البوفاين ميلك كل ما بتبقى الدنيا افضل بالنسبه لنا. وطبعا في دار معمول من الكاوز ميلك طبعا, فاحنا في النهايه بريست ميلك ذا بيست ما فيش فيها اي كلام. This is the protective, this is البلسم على رأي الدكتور هشام المبيول. زي ما قلنا the use of donor human milk while continuing bovine milk based fortifier. again لو دخل مع الهيومن ميلك من دونر حطيت bovine milk based fortifier okay, ولو قارنت ده بالpreterm does not reduce the rates of necrotizing enterocolitis, لأن لبن الأم لوحده هو ده الأساس. لو حطيت عليه fortifier يكون من لبن أم أو من human milk, لكن once دخل مع donor milk البوفاين أو ديت الكاوز ميلك اللي هو preterm formula كل ده مش هيقلل الريت بتاع necrotizing enterocolitis. طيب لو ما عنديش هيومن ميلك وما عرفتش اجيب الدونر دونر ميلك يبقى في الحاله دي مفيش الترناتيف لليوز بتاعه البري تيرم فورمولا, وزي ما قلنا اطول فتره مسموح بيها في الانتظار لغايه ما اقدر ما اجيب الهيومن ميلك سواء الاون ماتيرنال ميلك او الدونيتد ميلك هي 48 ساعه. مش مسموح لي استنى اكتر من 48 ساعه, مش مسموح لي اسيب الطفل ان بي او اكتر من 48 ساعه. طيب في نقطه هنا ان احنا عشان برضو ايفن في ال 48 ساعه دول احنا اوريدي بنكون ابتدينا البارنترال ثيرابي
parenteral nutrition علشان ندي requirements بتاعت البيبي لحد ما الانترال فيدنج يزيد ويديني requirements. فالبارنترال ما فيش غنى عنه بالتأكيد, بنبتدي بيه from day one. ولو يعني لو ما قدرناش زي دكتور هشام بيقول دلوقتي ما قدرناش بعد 48 ساعة نحصل على الهيومن ميلك أو سواء من الأم أو من دونر, we have to go for الانترال فيدنج بpreterm form. خلوا بالكم احنا بنقول parenteral nutrition ما قلناش parenteral fluid. parenteral nutrition يعني انا ما بستكفاش باللي انا ادي جلوكوز او جلوكوز وصلاين, لا I should give protein, I should give adequate amount of protein, I should give in addition adequate amount of calories, and I should start by giving lipids, intravenous lipids as early as possible. وعندهم already ميك سوليوشن جمع بره, جمع كل الكلام ده بروفيجنال ببتدي بيها لغايه ما تاني يوم على طول بقدر احضر تيلر تي بي ان لكل طفل. فما فيش حاجه اسمها امشي الطفل ده على جلوكوز سلاين ولا على اي تركيبه سوائل تانية بلا ذكر اسامي. البيبي شود ريسيف تي بي ان لغايه ما ابتدي له السوائل الاون ماتيرنال ميلك او الدونيتد ميلك او البريتيرم فورم. طيب اشمعنا بنقول بريتيرم فورمولا وبناكد على كلمه بريتيرم فورمولا ومش بنقول اي فورمولا اخرى, اي فول تيرم فورمولا؟ دكتور عادل قول لنا كده ايه الراشنال ورا الحكايه دي. زي ما احنا عارفين ان في اخر تريمستر الاكريشن او الستور كله للبيبي بيتكون في اخر تريمستر. فلو بيبي مولود 26 24 28 اسبوع فما حضرش اللاست تريمستر اللي بيحصل فيها الستورج بتاع كل النيوترينتس اللي هو محتاجها. ف يعني لما نبص على فرق الطفلين هنا, واحد 25 اسبوع وواحد 40 اسبوع, بص البادي كالسيوم قد ايه, هنا 5.6 هنا 28. لو بصينا على الفريش ويت اوف برين, حجم البرين او الوزن البرين 75 هنا 375, البادي لينث هنا 30 سنتي هنا 50 سنتي, البادي ويت 800 جرام هنا 350 3500 جرام. بمعنى ان الستورج بتاعي كله بيبقى موجود في الاخر 3 شهور من الحمل. لو بصينا لشكل البرين, شايفين البرين شكله ايه؟ ده كل السلكاي او سلساي سلكاي والجايراي بتتكون في الفتره الاخيره. لو بصينا الوزن المخ 75 جرامز قدام 375 جرام. وبالتالي it's very important ان ادي nutrients كويس علشان اعوض الفترة الاخيرة اللي الطفل ما حضرهاش intrauterine, ان انا حاول اديله التغذية دي extrauterine. trials كلها طبعا ان احنا نمشي بنفس الـ growth rate اللي بيحصل intrauterine, which definitely does not happen يعني. بس على الأقل بندي requirements بتاعت الطفل preterm اللي هي مختلفة تماماً عن requirements بتاعت الطفل full term. Why to use a preterm formula and not a regular formula؟ طيب ليه مش هنستخدم regular formula مش preterm formula؟ شفنا الفروقات الجوهرية والneed for accretion, يعني أحقق أنا النيوتريشن بتاعت العيل اللي مولود قبل ميعاده ما خدش الجزء الأساسي من الثيرد تريمستر, أنا لازم أديله تخزين في جسمه ولازم أديله النيوترينز اللي هو محتاجها علشان to build up his tissues, يعني بيخزن وبيكبر at the same time, مش بس بيكبر زي الطفل العادي. وده هيبقى محتاج بروتين كوانتيتي اند كواليتي مختلفه. البري تيرم بيبيز بيبقى عنده امينو اسيدز بيسموها كونديشنالي اسينشال, يعني هو غير قادر انه برودوس ذيس امينو اسيدز ان ذا سيم كوانتيتي زي في الفول تيرم. يبقى احنا عارفين عندنا اسينشال ونون اسينشال امينو اسيدز. البري تيرم بيبيز عنده conditionally essential amino acids مش قادر يكونها, يبقى لازم البري تيرم فورمولا
تحتوي على الاسنشال الكونديشنال اسنشال. مش بس كده, ده هو هيز النيد فور هاير كالوريك انتيك, يبقى لازم كم الكالوريز اللي تبقى موجوده في الفورمولا دي تبقى اعلى من الريجولر فورمولا. مش بس كده, قدرته على الاسيميليشن بتاعه الكالوريز دي مختلفه, يبقى لازم نعمل لها موديفيكيشن. الفات بروفايل, احنا زي ما الدكتور عادل كان ورانا الديفرنت برينز, لو شفنا ان العيل ال 25 اسبوع وزن البرين 75 جرام, اما بيوصل لفول تيرم بيبقى 375 جرام, يعني بيزيد 5 اضعاف. لو نعرف انه 60% من وزن البرين ده عباره عن فات, و20% من الفات دول الاسنشال فاتي اسيد فيري لونج تشين بولي انساتوريتد فاتي اسيد, يبقى ده اهميه الفات. يبقى الفات كومبوزيشن بتاعه الفورمول اوف بريتيرم اللي هو محتاجها علشان يحصل له الجروس في البرين الخمس اضعاف الاخيره يبقى مختلفه كمان. تمام. بالاضافه الميكشر بتاعه الكربوهيدرات لازم تبقى مختلفه علشان الماتوريشن, اللاكتيز انزيم اللي بيهدم لي اللاكتوز ما بيبقاش ناضج كفايه, يبقى بالتالي لازم اديله حاجه اسهل في الهضم واسهل في الاسيميليشن. لازم يبقى عنده نيوكليوتايد اعلى, which is essential building blocks للسيلز بتاعتي, وزي ما شفنا انه بيحصل له انه بيزيد طوله من 30 سم 50 سنتي, بيزيد الكالسيوم 5 اضعاف في جسمه, يبقى بالتالي حته الكالسيوم فوسفورس ريشيو it is of great importance ان انا to modify my calcium phosphorus ratio عن الفول تيرم فورمولا عشان اقدر اسمح لزيس tremendous increase in accumulation of calcium and phosphorus التي ستؤدي الى زياده السورس بتاعتي وزياده اللانس بتاعتي. لما بنتكلم على الفات لازم عارفين زي ما تقول هشام قال احنا البرين 60% منه فات, عشان كده لما بنقول البريست فيدنج بعد كده الام لازم تدي بريست ميلك علشان الفات في الهايند ميلك از فيري هاي, ده فات الكونتنت ده في منتهى الاهميه علشان الديفلوبمنت بتاعت البرين بعد كده. ما احنا بنستمر زي ما قلنا انتروتراين وبوست كونسبشنال سوري بوست بعد الولادة. فإحنا محتاجين البريست ميلك والفات في البريست ميلك, فلازم نبقى عارفين إن الفات is extremely important for the development of the brain and nervous system كله. النقطة الثانية لما نقول الفور ميلك مليان لاكتوز, واللاكتوز ده في منتهى الأهمية في الأول علشان الطفل اللي بيبقى جعان بيبقى عرضة للهايبوغلايسيميا, فبنظبط له زي الواحد اللي صايم وبياكل تمر في الأول. لكن البريتيرم ما عندوش الانزيم زي ما قال الدكتور هشام دلوقتي لاكتيز انزيم تو ديل وذ ذس هاي كونتنت اوف لاكتوز, وبالتالي لازم يبقى موديفايد شويه في البريتيرم فورمولا. نيوتريشنال فيدنج, داي اوف ستارتنج volume frequency زيادة بتاعته ازاي. nutritional نقلت دلوقتي من مرحلة الترافيك فيدنج لمرحلة nutritional feeding. انا هنا بحاول بقى to build up البادي بتاع الطفل ده بتاعي. in babies weighing اقل من كيلو at birth, طفل الاقل من كيلو ساعة الولادة, start nutritional feeds at 15 to 20 milliliter per kg per day and increase by 15 to 20 milliliter per kg per day. يعني لو الطفل ده كيلو هديله 20 مللتر per kg, اقل من كيلو يعني هديله 20 مللتر per kg per day, هياخد 20 ملي في اليوم. طب اما اجي ازود له هزود له 20 مللتر per kg per day, يعني مش هزود بقى سنتي واتنين سنتي في اليوم, ما ينفعش الكلام ده خالص. الأطفال بيبقوا starving وده كله يحصل في كاتابوليزم, بيبقى في كاتابوليك ستيت. طيب الطفل اللي فوق طبعا هنا لو قلنا هنا لو كان الطفل هيبقى الفيدز tolerated around 2 or 3 days consider increasing faster than ايه 15 ل 20, ده للطفل أقل من كيلو. طب لو قلنا الطفل أكتر من كيلو بنبتدي ب 30 مليليتر per kg per day, this is nutritional feeds, وبنزود 30 مليليتر per kg per day.
احنا بنقعد ندي سنتي في 2 سنتي في اليوم بالزيادة ما ينفعش يا جماعة، لازم ندي الفوليومز دي وما نبقاش خايفين من المشاكل الوهمية اللي احنا عايشين فيها يا جماعة. الستاديز كلها بتقول ان في مفاهيم خاطئة كتير عندنا في البراكتس بتاعنا، فلازم نبقى فاهمين ان الطفل الاكتر من كيلو بستارت النيوتريشن بتاعه 30 مليلتر بير كي جي بير داي وانكريز باي 30 مليلتر بير كي جي بير داي. طيب ايه الراشنال ورا الكلام ده؟ في كوكرين ريفيو يعني 588 طفل في 4 راندماز كنترول ترايلز كومبيرد slowly daily increments اللي هي 15 ل 20 versus fast daily increments اللي هي 30 ل 35 مليلتر بير كي جي بير داي. ده الانكريمنت، دي الزياده اليوميه، دي الزياده في اليوم. يعني لما تيجي تقول طفل كيلو هزود له 35 او 30 سنتي في اليوم وهو هقسمها له على 8 رضعات، اوكي يبقى هدي له كام؟ 8 2 سنتي ونص زياده في كل رضعه، 8 لا اكتر 3 سنتي ونص. طيب fast increment did not increase the risk of necrotizing enterocolitis mortality or interruptions of feeding. يبقى ال increase ال fast increment ما بنخافش منها خالص، ولا بتزود النيكروتايزنج انتيروكولايتس ولا مورتاليتي، ولا معاها بنضطر ان احنا نعمل انترابشنز للفيدز علشان الرابيد انكريمنت. The trials individually reported that the fast daily increment group regained birth weight and reached full feeds faster than slower increment. انا لما باخد الفاست انكريمنت بريجين البيرث ويت اسرع وبوصل للفول فيدز اسرع. يعني انتم متخيلين ان الطفل اللي اقل من كيلو عايز اوصل له للفول انترال انتيك ان 2 ويكس، واللي فوق الكيلو عايز اوصل له ان 1 ويك للفول انترال انتيك. الحته دي يا جماعه اكستريملي امبورتنت، وانا بزود الانترال فيدنج بتاعي في نفس الوقت الطفل ده ماشي على تي بي ان، ماشي على تي بي ان المفروض من خلال قسطره سره او من خلال بيركوتينيوس لاين. بيركوتينيوس لاين بدي فيها التي بي ان بتاعتي او من خلال قسطره السره. كل ما وصلت للفول انترال انتيك بتاعي ايرلير معناها ايه؟ معناها ان انا هشيل قسطرة السر او هشيل القسطرة بتاعتي earlier. حتى في البلاد المتقدمة جدا جدا وروا ان انا اما اقدر اشيل قسطرة السر او اتخلص من التي بي ان بتاعتي earlier الريسك اوف سبسس بالنسبة لهم بيقل جدا جدا. والكلام ده it is beyond doubt وثبت من التسعينات من القرن اللي فات انه اما الطفل بيتخلص من التي بي ان او بيتخلص من السنترال لاين وزين الفيرست تو ويكس اوف لايف الريسك اوف ليت اونست سيبسس بيقل جدا جدا كومبيرد للاطفال بتقعد لمده 3 اسابيع محتاجه البيركوتينيوس لاين. يبقى انا في كل يوم لازم ادور انا قدرت ازود الانترال فيدنج قد ايه ووصلت في الريكومنديشن الجديده اللي انا ما اوصل ل 90% اوف ماي انتيك عن طريق الانترال فيدنج اي كان ستوب ماي تي بي ان اي اند ريموف ماي سنترال لاين. يبقى ده لازم يبقى تارجت عندي دايما افكر فيه. النقطه المهمه ان احنا في مصر يمكن ريليتيفلي تي بي ان بيعتبر نسبيا جديد بالنسبه لبرا يوروبا او ستيتس، فاحنا كنا مبسوطين ان احنا دخلنا تي بي ان في الوقت اللي هم ابتدوا يسرعوا زي ما دكتور هشام اتكلم يسرعوا بالتخلص من التي بي ان عشان اتخلص من اللونج لاينز والكاركترز الموجوده. وبالتالي في منتهى الاهميه ان انا اهتم بالانترال فيدنج. البارنترال نيوتريشن از فيري امبورتنت وانا شلقه وبيبتدي من اول يوم زي ما اتكلمنا وبيمشي معانا، وكنا بنقول قبل كده التلتين لما توصل لتلتين الريكويرمنتس من الانترال وقف البارنترال. لا دلوقتي بتوصل 90% وفي سنترز توصل يعني لما خلاص وصل للتوتال انتيك انترال يروح جاي موقف ايه البارنترال. ما بنقولش البارنترال مش مطلوب، لكن مطلوب ان احنا نتخلص منه في اسرع وقت ممكن 1 ماكسيمم 2 ويكس علشان نتفادى كل المشاكل بتاعت التي بي ان
والميتابوليك ديرينجمنت اللي بتحصل والسبسز اللي بيحصل معها. الحقيقة في الاكستريملي لو بيرث ويت بيبيز وي سجست ستارتنج وذ ا لوور فيد فوليوم من 10 ل 15 ل 20 ملليتر بير كي جي بير داي انتل مور ستاديز ار افيلبل. دكتور هشام بندي الفيدنج ازاي؟ في كونتروفيرس احنا الـ هندي الفيدنج كل ساعتين ولا كل ثلاث ساعات؟ الفيدنج كل ثلاث ساعات معناها ان انا بعمل بيردن على التمريض اللي انا بقول لهم لو هدي الفيدنج كل ساعتين معناها ان انا بعمل بيردن بزود عدد الرضعات. الممرضة اللي هتقعد 12 ساعة هتدي في ال 12 ساعة دول رضعتين اضافيتين معناها شغل اضافي. فالحقيقي في بعض الاحيان خصوصا لو ماسكة عدد كبير بتبقى ريزيستنج. ولكن لقوا ان ال 2 hours feeding schedule بالذات في ال very low birth weight وبالذات في الجستيشن ايج تحت ال 28 اسبوع is associated with a shorter time to full enteral feeding. It is associated with better feeding tolerance. It is associated with greater weight gain, fewer days when feeding were withheld, and fewer days of total parenteral nutrition. يبقى بالذات في الأطفال اللي تحت 28 أسبوع في تحت كيلو 500 I will stick ل 2 hours feeding schedule مش 3 hours feeding schedule. ممكن في اللي أكبر من كده نعمل shift ل 3 hours ولكن التانيين اللي تحت 28 وتحت كيلو 500 لازم يبقوا fed every 2 hours. نقطة بقى في غاية في الأهمية ازاي تؤسس الفيدينج توليرانس يعني نقول الطفل ده is tolerating الفيدينج on which base. كنا زمان بنعمل بنقيس الابدومينال سيركمفرنس وتبقى بالنسبه لنا الابدومينال سيركمفرنس دي ان انكريز ان ابدومينال سيركمفرنس از ساين اوف فيدنج انتوليرنس. كنا بنشوف الريزيديوز قبل كل رضعه وبناء على كميه الريزيديو ولون الريزيديو بنقول الطفل ده ما عندوش عنده فيدنج توليرنس ولا ما عندوش فيدنج توليرنس. حتى الان ما فيش حاجه يونيفرسال كرايتيريا فور فيدنج توليرنس ان بريماتور بيبي. بس اللي احنا عارفينه اللي احنا وصلنا له حاليا ان في مجموعه كونستليشن اوف ساينز يعني ما يكفينيش حاجه انديفيديوال. ما يكفينيش مش هوقف الفيدنج علشان الطفل ده جاب جرينيش ريزيديوز ولا الريزيديوز بتاعته كان كتيره. يعني انا طفل 800 جرام ابتديت له على 20 سنتي في اليوم يعني بدي له 2 سنتي في الرابعه لو هرضعه كل 12 ساعه هدي له كل ساعتين 2 سنتي في الرابعه ما اجيش الاقيه جاب تشفيط سنتي اقول ده تو ماتش تشفيط السنتي. ليه كرايتيريا واهم من الانديفيديوالي الحاجه لوحدها في مجموعه كونستليشن اوف ساينز من ضمنها الابدومينال اكزامينشن في ديستنشن في تندرنس في تشينج ان باول ساوند سواء انكريز اور ابسنس في اميسيس. اميسيس دي غايه في الاهميه لو حصل فوميتنج اكتشوالي جاستريك ريزيديوال اكتر من 2 سنتي كل كيلو greater than half the volume of feeds over prior 3 hours. لو ال any change in quantity of fluid volume لو زاد كميه الريزيديوز بتاعتي الجاستريك ريزيديوز ابتدت تغير في اللون بقت ريد اور براون بالذات اكتر حتى من بيلي لو شويه مخضره مش اشكال خصوصا في الفري تيرم بيبيز عشان في بعض الاحيان بيبقى عندهم حاجه اسمها انتي بيريستالسيس يعني الحركه العكسيه في الانتستين. لما يحصل الحركه العكسيه في الانتستين البايل بدل ما هتبقى تخش من الجدين تخش الجيجن ممكن تخش في الستومك البايل ولاقي البيليري ريفلكس ذا والبي اسوشيتد وسام جرينش ريزيديو. مش مجرد الاقي جرينش ريزيديو تو جامب واقول لا نوقف الفيدنج عشان مخضر شويه. لو هنا يمكن يكون هشام البايل او جرينش اسبريت حاجه والجرينش فوميتنج حاجه ثانيه علشان كده عشان كده احنا ركزنا على حته الفوميتنج الاميسيس رازر زن شويه جرينش اسبريت.
ماشي changing frequency of the stools حتة ال presence of blood وال الجوايات positive stools أو اللي هي occult blood في stools أهميتها قلت جدا جدا جدا. زمان كانت حاجة غاية في الأهمية, دلوقتي it is extremely frequent إن يبقى في occult blood في stools من غير ما يقالوا ال highly significant indicator اللي احنا نوقف الفيدينج. وأهم من ده وده الكلينيكال ستيتس, يعني الكلينيكال ستيتس ده اهم من كل الباقي. اللي انا اشوف الطفل ده ابتدى يجي له ريبيتد ابنيز, يحصل له دي ساتوريشن, التشينج في البيزل هارت ريت, الاقي الهارت ريت بعد ما كان ماشي امبارح طول الوقت 120-130 النهارده حتى في الوزين الرينج, يعني هو وزين الرينج لغايه 160-170, لقيت ان غالبيه الوقت 160-170. This is alarming. ليه الطفل بقى الهارت ريت بتاعه زياده؟ من ضمن الحاجات اللي بنبص لها جدا جدا حاجه اسمها بيت تو بيت فاريابيليتي. يعني ايه بيت تو بيت فاريابيليتي؟ الوضع الطبيعي الفيسيولوجيكال ان الهارت ريت لما اجي ابص على الطفل ما يبقاش طول الوقت كونستانت على فيجر معين. يعني لو لقيت طول الوقت الهارت ريت كونستانت على 167 بالكتير يطلع 168 ويقل ل 166, دي اسمها ابسنت بيت تو بيت فاريابيليتي, ودي ات مي انديكيت ان انا ماشي في سكه مش حلوه, قد تكون سكه اوف ان اي سي وقد تكون سكه السبسس. عشان كده في الكونتينوس مونيتورنج الهارت ريت ده غايه في الاهميه, وفي اجهزه بتشوف الكلام ده وتو ديتكت كايرلي بريدكتور اوف سبس. يبقى تو ريكابيتوليت هنا الجنرال كونديشن بتاعه الطفل غايه في الاهميه, اللي انا اشوف الريسبيريشن, اشوف الابنياس, اشوف الاستابيليتي بتاعه البودي تمبرتشر, اشوف ال 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 الهارت ريت بتاعه ماشي ازاي, اشوف الكابيلري ريفيل, اليورين اوتبوت, البلاد بريشر, وان اديشن لازم كل شويه حط ايدك على بطن العيان شوف تندرنس التندر ابدومن ولا مش تندر الابدومن ماشي. ولو انت عندك داوت ما تبقاش غاسل ايدك وايدك ساقعه لسه مطرح الكحول وتحطها على بطن العيان عشان هيعمل جاردنج, فلازم تدفي ايديك كويس جدا قبل ما تحطها على بطن العيان. ما عنديش مانع ان تبتدي تحط اصبعك في بق العيان تو انديوس ساكينج وانت بتعمل الابدومنال اكزامينشن قبل ما تقول للابدومن ده تندر او عندي جاردنج فيه. يمكن من البيت تو بيت بيت تو بيت فاريابيليتي دي بتبتدي انترايتراين, يعني المونيتور بتاع البيبي انترايتراين لو فقدت البيت تو بيت فاريابيليتي بتعرف ان this is a sign of intrauterine distress وده this is very important. ودي نقطة دكتور هشام وضحها ان احنا لازم يبقى الكلينيكال ستاتس بتاع البيبي ده قد تكون اهم من كل اللي بيحصل. ودي ممكن تقول لا انا have to stop feeding علشان he is deteriorating, فالجنرال كونديشن بتاعته is extremely important to monitor. لو لقيت large residual ما عدش اقول ده يبقى كده لازم اقف الفيدينج, لازم ابص على الفيدينج تيوب. الفيدينج تيوب دي مكانها فين, اشوف الانفانت بوزيشن شكله ايه, اشوف الميديكال كونديشن بتاعته ايه. لو الميديكال كونديشن بتاعته وحشه يبقى this could be a reason ان انا اوقف الفيدينج شويه وارجع تاني. الفيدينج تيوب لو دخلت لجوه شويه زياده, لو الفيدينج تيوب دي متعلقه فوق في الاسافجس دي معناها ان انا اسبيريشن از فيري ايزي, فلازم الكلام ده كله نراجعه علشان ما يحصلش مشاكل. If the infant's feeding tube if the infant's feeding tube في الكوركت لوكيشن ولا لا, if the feeding tube high in the esophagus, is the feeding tube too small a caliber بحيث ان السوالود اير ما بيخرجش منها. يعني ممكن تكون انت حاطط كاليبر بتاع النيزوغاستريك تيوب ان جي تي رفيع وبالتالي الاير اللي بيتكون في الاستمك ما بيخرجش منها بسهوله فيحصل شويه ديستنشن. Large amounts of swallowed air may cause gastric overdistension and displaced milk resulting in emesis and or large residual gastric residual. An assessment of feed and tolerance, do not check abdominal girth routinely. زي ما قال دكتور هشام, لو انت حطيت الميجرينج تيب بتاعك فوق سنتي او تحت سنتي هيفرق كتير حتى في نفس الوقت.
يعني مش أقول إحنا بنقيس كل شوية واللي بيقيس بيقيس عند الاستامك واللي بتقيس لازم تكون واحدة لأن شدة التيب أو وضع التيب فوق أو تحت هيفرق كتير معنا في الأبدامن الجرف. الايسوليتد جرين أو يلو ديس ريزيدوال أر أن إمبورتنت. إحنا قلنا إن الأسبريت ما يهمنيش, أنا يهمني لو في بايل فوميتنج أو بيليس فوميتنج, هو ده اللي نتكلم فيه. Do not check gastric residuals routinely. أنا I stopped gastric residual testing أو checking ده فعلا مش فاكر من أنت. Seriously والله ما فاكر من أنت. يعني بطلت من سنين طويلة واللي اشتغلوا معايا عارفين احنا ما بنحطش خالص ولا بنشفط ولا بنعمل أي حاجة خالص. أقصى حاجة لو عايزين نعمل حاجة بنفتح الرايل قبل الرضع اللي بعدها بنص ساعة ونشوف أخبارنا إيه. النقطة دي غاية في الأهمية, وبعض السنترز برا بطلت انتو تشاكل جاستريك ريزيديول ولقيت انهم اما بطلوا تشاكل جاستريك ريزيديول المين تايم تو ريتش الفول انترال انتيك بقى اقل, قل بنسبة 3 الى 6 ايام. يعني الطفل هيوصل للفول انترال انتيك افضل بكتير when they stop to تشاكل جاستريك ريزيديول. مش بس كده, if you are going to check gastric residual خلي بالك انت تستخدم سرنجة شكلها ايه. اما لو هتستخدم سرنجة استخدم اصغر سرنجة, استخدم سرنجة انسولين 100 شرطة عشان تسحب بيها الريزيديول. ليه؟ علشان زي ما هنشوف كده انه من ضمن الحاجات الغاية في الاهمية الهيموراجيك ريزيديول. This is significant. لو الجاستريك ريزيديول ده بلودي this is significant. بس خلي بالك لو انت بتشوف الريزيديول دي وحاطت سرنجة 10 سنتي ولا 20 سنتي ولا حتى 5 سنتي and you are aspirating النيجاتيف suction pressure بتبقى جامدة, وممكن تعملي حاجة اسمها suction biopsy of the mucous membrane الستومك السايد هول بتاعت الفيدينج تيوب بتاعتك بتبقى لازقة في الميوكوزا وتعملي avulsion of this ميوكوزا, فبالتالي يبتدي الطفل يبقى عنده gastric bleeding بسبب suction force. يبقى لو هتعمل checking للresidual you should do this checking of residual using an insulin syringe اللي هي الميت شرط عشان السكشن فورس تبقى قليلة خالص خالص. وده المهم. حاجة تانية بنركز عليها تاني انه الايسوليتد جرين اور جرينش اور يلوش ريزيديوال ما تعنينيش في شيء, لكن يعني الفوميتنج اوف بايل. فوميتنج اوف بايل يعني ايه؟ فوميتنج اوف بايل يعني عندي انستانل اوبستراكشن او ايلياس and this is extremely important ولازم نخلي بالنا منه. يبقى بايل فوميتنج او هيموراجيك اسبيريت بشرط انك تبقى مشفط بسرنجة انسولين. وفي حاجات تانية, ما بقاش الطفل عنده bleeding tendency وعنده كان متركب له كان محطوط على نيزل سيباب ومناخيره متعورة وعمال عنده bleeding per nose وتقولي ده جاب bleeding من الستومك, ما وضع طبيعي. لو عنده bleeding من النوز this blood will be swallowed وهتلاقي bleeding من الستومك. فاعمل assessment في الحالة دي واتطمن على الابدومن واتطمن على الفيتال ساينز والجنرال كونديشن before taking the decision to withhold the feeding simply علشان عنده شوية blood في الصدر. لما بتيجي تشوف ال greenish gastric aspirate زي ما قلنا عندنا ممكن يكون حاجتين. حاجة الأولى اللي هي في ال preterm baby ال anti-peristaltic waves اللي بتيجي وبتزقلي البايل على الاستومك. حاجة تانية انت لو if you didn't check ال position بتاعت ال NGT nasogastric tube بتاعتك ممكن تكون داخلة ومعدية البايلورس وبتجيب لي من جوه الديودينم جايبالي الجرينش أسبرت. فيو هاف تو تشيك الكلام ده, يعني بتقيسها وانت بتركبها علشان ما تبقاش معدية وداخلة لحد الديودينم. This is very important. احنا بنكرر احنا يعني قصة ان الجاستريك اسبيت الاخضر ما يخضنيش قوي, لكن الفوميتنج this is a surgical situation ولازم نتعامل معاه. حاجة تانية, انت دايما البريترم بيبي ده عندك في الحضانة وانت بتعمله اكس راي فريكونتلي عشان تشوف الشست كونديشن والابدومن كونديشن, تشيك البوزيشن بتاع النيزوجاستريك تيوب بتاعك
ولو النيزو جاستريك تيوب بتاعك بعد الكيرفيتشر عملها في الصمك it crossed the middle line معناه انه معدي الترانسبايلوريك مش لازم يعدي الميدل لاين مش لازم يوصل للميدل لاين if it passes the middle line يبقى هو ترانسبايلوريك يبقى انت لما هتعمل سكشن للسكشن وجبت اخضر انت بتعمل سكشن للديودينم خلاص علشان كده بقى حتة الجاستريك ريزيديوال فوليوم واشكالها it is no more ما هوش البعبع بتاع النيكروتايزنج انتيروكولايتس as earlier thoughts و in a multiple regression model the mean gastric residual volume and green residual had no relationship with enteral feeding volume achieved by the 14th stage Infants without routine evaluation of gastric residual reached full feeds 6 days earlier. ويمكن دكتور هشام قال المعلومة دي وهو بيتكلم ان انت لو بطلت تشيك الجاستريك ريزيدوال هتلاقي نفسك بتوصل للفول انترال انتيك 6 days earlier than expected او than اللي عمال تعمله وتوقف وتتخض وتقول لا ده هنوقف يومين هنوقف يوم ده فخلوا بالكم you don't have to do routine evaluation of the gastric residual. The calendar column, yours is not a reliable one. طب نعمل ايه في الريزيدوال دكتور هشام؟ حتة الريزيديوال خلي بالك انت لو بتشفط وتطلع الريزيديوال الريزيديوال دي جاستريك كونتنت يعني ايه جاستريك كونتنت يعني عندي اسيد وعندي انزيمز وعندي بروتينز وعندي سيلز فما تاخدهاش وتشفطها وترميها ليه علشان انت بترمي بروتين وبترمي دايجستيف انزيمز دي مفيده بوش باك جاستريك ريزيديوال فوليوم اب of up to 5 milliliter or 50% whichever is higher of the previous feed volume يعني انت شفط وجبت لغاية 5 سنتي push back ال 5 سنتي دول او push back 50% من الرضعة علشان ترجع الاسيد وترجع ال digestive enzymes if it recur subtract the residual volume from the current feeding يعني انت شفطت 5 سنتي ورجعتهم والرضعة اللي جاية كانت 10 سنتي ممكن في الحالة دي هترجع ال 5 سنتي اللي كانوا موجودين وبدل ما تدي الرضعة اللي جاية 10 سنتي هتدي 10 minus 5 يعني هتدي 5 سنتي على الخمسة اللي انت شفطتهم عشان ما ترميهمش وتستعين بالأسيد والدايجستيف انزيم If the gastric residual volume is more than 5 milliliter and more than 50% of the previous volume, push back the gastric residual volume up to 50% of the feed and do not give the current feed. يعني لو تكرر تاني هترجع and we do not give the current feed. If it happens again, consider slow bolus feeding or withheld feeding depending on the clinical condition. شوف هو مصمم انه يحاول يستمر يعني قبل ما تجريش وتاخد قرار ايقاف الفيدنج قرار ايقاف الفيدنج انا شايف انه extremely tough decision ممكن في الحاله دي لو still provided in a general depending on the clinical condition depending clinical condition بتاعتك كويسه الابدون بتاعك لاك سمع السنال ساوند مش exaggerated العيان بتاعك بيباس تولز والستول تبص عليها بنفسك وتقول للتبريد ما ترميش البامبر وتبص على السول بنفسك ما لقيتهاش اكسسيفلي ميوكويد ممكن تستحمل ممكن تشيفت للسلو بولس فيدنج بدل ما تدي الفيدنج مره واحده If the problem of residual volumes persists despite slow bolus feeding, consider decreasing the feed volume to the last well-tolerated feed volume. افرض انت كنت ماشي على 10 سنتي وما زودت ال 12 ونص ابتدى يحصل هذا الكلام ممكن ترجع تاني لل 10 سنتي وتبطل الزيادة اللي انت كنت زودتها شوف التصميم ازاي على ال continuation of enteral feeding provided the general condition is good. عندك شك مش تاخد قرار بناء على التمريض قال لك من بعيد ده الريزيديو كذا روح اعمل اكزامينيشن للابدومن روح شوف الفايتال ساين شوف الهارت ريت فاريابيليتي شوف الكابيلري ريفيل شوف البلاد بريشر قبل ما تاخد القرار بتاعك وتستسهل
الإيقاف الفيتم. زي ما قلنا use the smallest volume syringe for checking the residual, هي سرنجة إنسولين الميت شارطة. take care to aspirate gently after a feed nurse the baby in the prone position for half an hour. ودكتور عادل دلوقتي هتكلمنا بالتفصيل على البوزيشن. دي أشكال مختلفة من الريزيديوال. الريزيديوال الأولاني ده يكاد يكون مية لفوق الشمال, وبعد كده باللون بتاع التحت الشمال ده this is digested milk, ابتدى يخضر شوية على الناحية اليمين تحت خالص ده أخضر غامق جدا, غالبا ده pure bile aspirated. Are you going to enteral feed the baby while on CPAP? حتة السيباب من الحاجات المهمة. لما نرجع للصورة تاني, السيباب ده اللي احنا صورة البيبي دي بيسموه سيباب بيلي. السيباب بيلي ده بطن بتبقى ديستندد. خلي بالك ان السيباب بالبريشر الابلايد جزء منها بيخش في الاسافجس وهينفخ الاستومك وهينفخ الانتستين بهذا الشكل. طبعا لما بنشوف هذا الشكل بنخاف من السيفير ديستنشن, وبنخاف بيبقى في ذهني النيكروتايزنج انتيروكولايتس. هل ار وي جوينج تو فيد البيبي اون سيباب؟ القرار الفيصل يس وي ار جوينج تو فيد البيبي اون سيباب اون نون انفيزيف فنتيليشن. خلي بالك من حاجه, انه الابحاث اثبتت انه السيباب از اسوشيتد ويز ا ديكريز اوف ميزنتريك بلاد فلو, الديكريز الميزنتريك بلاد فلو. اما اسمع ديكريز ميزنتريك بلاد فلو ببقى شايل هم خالص الفيدنج انتولرنس. ولكن من اكتر الحاجات اللي تزود الميزنتريك بلاد فلو الانترال فيدنج. شوف يعني ايه اما تلاقي الانترال فيدنج هيساعد على امبروفمنت اوف الميزنتريك بلاد فلو. لو عندك خوف الجأ للبلسم الشافي. يعني ايه بلسم الشافي؟ لو عندك هات الام قول لها تعالي ده البطن اتنفخت عايزين ناخد لبن اكتازه ونحطه في بطن العيان, انا مرعوب خالص وشايل هم جامد جدا. ممكن بدل ما انت كنت ماشي, احنا بنقول الرينج بتاع من 10 لغايه 35, بدل ما انت بتعمل الانكريمنت بتاعك على 35 خليه على 20 او على 15. خليك مور كوشس بس دو نوت جامب وتاخد قرار ستوب الانترال فيدنج. خلي بالك من حاجه ان بالذات في الاطفال اللي تحت الكيلو نسبه حدوث الابدومينال ديستنشن مع السيباب بالشكل ده تصل الى 87% من الاطفال تحت كيلو بيجي لهم زيس سيباب بيلي. من ضمن الحاجات اللي تعملها حقيقة احنا ضد التشفيط او مش مع التشفيط سيستماتيكالي, ولكن انا ممكن ابقى افتح الرايل واحطها انسيفوناج قبل الرضع اعمل فنتنج, يعني اساعد على التهوية بتاعة البطن واعمل لها دي كومبريشن قبل الرضع بنص ساعة عشان اقلل الديستنشن الموجودة. الرايل موجودة, الرايل محطوطة. افتح الرايل, اما هفتح الرايل وشايفين الرايل في الاكس راي it is in a good position, مش معدية مش نازلة مع الكيرفيتشر بتاعت الستومك ومعدية الميدل لاين يعني ولا تو هاي. في بعض الاحيان لو الرايل بتاعتك تو هاي مش هتعمل لك فنتنج للستومك عشان دي اسفاجية ماشي, لكن دي رايل in proper position ممكن تفتحها علشان يحصل لي فنتنج للبيبي. يبقى دي الافيدنس نون انفيزيف فنتيليشن كان كوز ابدومينال ديستنشن النيزل كونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر ديكريز بري اند بوست برانديال انترنال بلاد فلو. ولكن جايل لتال كومبير 25 بريتير بيبي اون نيزل سيباب مع 29 بريماتور انفنت نوت اون سيباب جيزيس باول ديستنشن ديو تو سيباب ديفلوبد ان 83% من الاطفال اللي تحت كيلو فيرسس 14% في الاطفال اللي فوق كيلو. يبقى زي ما بنقول السيباب از اسوشيتد وذ ديستنشن از اسوشيتد وذ التريشن اوف ميزنتريك بلاد فلو. ده السيباب مش الفنتيليشن ميكانيكال فنتيليشن. يبقى على السيباب هنبقى مور كوشس. مور كوشس يبقى هلجا للفريشلي اكسبرس ماتيرنال ميلك. نمره 2 افتح الرايل بتاعتي عشان اعمل فنتنج للانتستين و ذيس از نوت اسوشيتد وذ انكريز اوف NEC. ما فيش increased risk of NEC في الحالات دي.
no case of NEC were reported in the study. Lacking a conclusion, increase the feeding slowly and try to stick to fresh maternal milk. طالما انت خايف وفي rational للخوف, rational للخوف مش هيخليك to overdo things and stop feeding. لا, increase feeding slowly and stick to freshly expressed maternal milk. انتم ملاحظين طبعا ان يعني كلمة توقف رضاعة it's not an easy decision. كل اللي بنتكلم فيه ان انت كلمة وقف رضاعة وصبوري لا, احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نوقفش الانترال فيدينج في السبسس على فنتليتر على نيزل سي باب whatever. ما بتوقفش الانترال فيدينج, تبقى كوشس احيانا, بتقلل الاماونت اللي بتديها شويه للليست توليربل قبل ما يحصل الانتولرنس, لكن حكايه ان انا تستوب فيدينج انترال فيدينج كومبليتلي از فيري ديفيكولت ديسيجن. Are you going to enteral feed the baby through an orogastric or nasogastric tube? Nasal versus oral route for placing feeding tubes in preterm or low birth weight infants. Can feed 3 trials involving 123 infants found no differences in time to achieve full enteral feeds or to regain birth weight. يبقى الاثنين سواء حطيته اوروغاستريك او حطيته نيزوغاستريك ما بيفرقش في الفول انترال انتيك ولا الريجين اوف بيرث ويت. There was no significant difference in the instance of apnea, desaturation, bradycardia during the study period. يبقى الاثنين مش فارقين, يمكن يبقى التثبيت بتاع النيزل اسهل من الاورال, لكن ستيل ما فيش فرق بينهم في الـ full enteral intake achievement بتاعته امتى ولا regain of birth weight. طيب الـ continuous nasogastric milk feeding versus intermittent bolus feeding for premature infants الأقل من 1.5 kg. احنا عندنا ممكن ندي continuous او ممكن ندي intermittent bolus. On the fourth day of life, رجعنا الحالة بتاعتنا, the baby's oxygen saturation needs needs increased with a base deficit of 12 and a capillary fill time of 6 seconds. يبقى رابع يوم الاحتياجات الطفل زادت من الاكسجين, الديفيسيت البيز ديفيسيت كان 12 في البلاد جاسز, capillary fill time كان 6 seconds. Blood culture was done, CBC, CRP were normal. Dopamine was started. Can you continue enteral feeding of the baby receiving dopamine? هو ده سؤال كتير خالص. الطفل ده محتاج بريسور, محتاج حاجة علشان نحسن البرفيوجن, محتاج حاجة علشان نحسن بلاد بريشر. هل هقدر استمر الفيدينج ده من ضمن الأعذار أو الإكسكيوزز البناء عليها ناس كتير بتروح موقفة الفيدينج؟ النقطة دي بالذات ما عليهاش publish literature كتير, ولكن في هنشتل سنة 1995 شاف ادى الاكتر كاتيكولامينز مستخدمة اللي هي الدوبامين والدوبيوتامين على دوز 10 مايك بير كيلو بير مينيت, ولقى انه الميزنتريك البلاد لقى المين ارتيريال بلاد بريشر بتاعتي اتحسنت وحصل لي سيجنيفيكانت انكريز ان انتستينال بيرفيوجن. يبقى بالتالي وان يو ار جيفينج يور بريشرز في الدوز بتاعت ال 10 مايك بير كيلو بير مينيت سواء الدوبامين او الدوبيوتامين الانتستينال بيرفيوجن بتاعتي هتتحسن. طالما الانتستينال بيرفيوجن بتاعتي هتتحسن يبقى probably this is not a predisposing factor للNEC, بالعكس it can be a protective role of NEC. في بعض الأحيان احنا بنشوف أمثلة تانية وما حدش عمل studying بقى للأدرينالين والنور أدرينالين والتيرليبريسن والحاجات دي كلها while feed الطفل, يبقى فد ولا مش فد. ما حدش درى, ما فيش ستاديز اتعملت على الكلام ده, ولكن
القاعدة واحدة، ان في السيتويشن انت شايل فيها هم الطفل وخايف متخوف بزيادة، يبقى استيك للبلسم الشافي. البلسم الشافي الفريشلي بريبيرد الفريشلي اكسبريسد اون ماتيرنال ميلك. لو انت كنت في النورمال كونديشن بتكمل بتدي ارتفيشال مع الماتيرنال ميلك، في الحالة دي اما تضطر تصعد البريسورز بتاعتك الغي الارتفيشال خالص، ارجع قلل الفيدينج بتاعتك بحيث مش هتدي غير الماتيرنال ميلك واستغنى عن الارتفيشال. الغي زيادة الانكريمنت بتاعت الفيدينج وخليك ستيك على الكمية اللي ممكن الام تجيبها وتوزعها على حسب الرضعات المختلفة. اعمل قوم كل شوية اعمل اكزامينيشن للابدومن، شوف الابدومنال، شوف البرفيوجن بتاعت الطفل. خلي بالك ان في بعض الاحيان لما تدي حاجة سيفير فازو كونستريكتور الكابيلري ريفيل بتاعك بيبقى اورتر والطفل بيبقى شكله يخض، في الحالة دي مش هتعتمد على الكابيلري ريفيل بتاعك، شوف اليورين اوتبوت. لو عندك تحليل للاكتيت اعمل اللاكتيت وشوف احكم على البرفيوجن من اللاكتيت، شوف الابدومنال تندرنس بتاعتك وشوف الستولز بتاعتك. خلي بالك طبعا البريسورز دي كتير بتزود لك التاكي كارديا، فهتلاقي الهارت ريت بتاعك اللي كان ماشي في الاول في المية واربعينات مية وخمسينات ممكن تجامب للمية وتمانينات خلاص، ودي من الحاجات اللي هتلخبطك وتخوفك. فقوم كل شوية شوف الابدومن بتاعتك، شوف التندرنس، بص على كل الستولز واحد واحد rather than to jump and to stop the enteral feed. بمعنى ان اللي احنا متخيلينه الدوبامين واللي بيخوفنا انه ممكن يعمل لي مشكلة، بالعكس احنا لقينا ان مع الدوز الموجودة دي العشرة مايكروغرام بير كي جي بير مينت ده بيحسن الانترنال بيرفيوجن، وده ما يبقاش عندي كده نيجاتيف امباكت على الميزنتريك بلاد فلو اللي هو بريديسبوز تو نيكروتايزنج انتيروكولايتس، وده مش وارد. بمعنى ان احنا فاهمين العكس، احنا فاهمين العكس، الدوز دي ما عندناش مشكلة، بالعكس احنا بنحسن الامور بتاعة البلد الانسان البرفيوجن بتاعة الطفل. الاكس راي شود لارج هارت و بالمري بلاثورا و سبندنج نفس البيبي يعني. نفس البيبي كانت البرفيوجن بتاعته وحشة. X-ray showed large heart to pulmonary plethora with pending pulmonary edema. Diagnosis of PDA was done. Fluid restriction was done with diuretic administration. Packed RBCs transfusion was decided to raise the hematocrit to 45. يبقى أنا الطفل ده ابتدى يظهر عليه signs of PDA، وبالتالي احنا قلنا هندي packed RBCs ونعمل fluid restriction. ف هل are we going to continue enteral feed in spite of the decision of blood transfusion؟ زي ما احنا شايفين هنا سنة 2018 transfusion associated necrotizing enterocolitis in preterm infants and updated meta-analysis of observational data. في حاجة بيسموها transfusion associated necrotizing enterocolitis. No association between RBCs transfusion and necrotizing enterocolitis. دي نتيجة الستادي المعمولة علشان ده الميتا أناليسز اللي بيقول لك إن ما فيش association بين الاثنين، إنك تدي transfusion يحصل لي necrotizing enterocolitis، ودي تعتبر recent study 2018. In spite of conservative measures to treat the PDA, its hemodynamic effects persisted with increased oxygen need, so the decision of pharmacological closure of the ductus was taken. حد يبقى اندوميتاسين ولا حد ايبوبروفين، وهل فعلا اكمل بقى فيدنج لطفل بياخد اندوميتاسين او بروفين؟ بنقول continue if the new nate is already on minimal feeds. لو الطفل ده كان بياخد minimal feeds كمل زي ما هو، أو continue to give trophic feeds until the endomethacin course finishes. يبقى بتديله لحد ما يخلص الكورس بتاعه. لو كان ماشي على minimal feeds حافظ عليها، ولو كان ماشي على trophic feeds ماشي عليها، أو حتى even لو كان الطفل ده ما بياخدش if the neonate is fasting
introduce trophic feeds with human milk. برضو ندخل لأن this is protective زي ما قلنا protective لأن NEC وبالتالي الطفل اللي على endometriosin أو ibuprofen لو كان ما بياخدش وكان fasting ما بياخدش enteral feeding أدخل trophic feeding بhuman milk. Human milk زي ما قلنا الدكتور هشام كان بيتكلم على لو بتدي قبل كده كان تدي هيومن والمحاولات كلها انك تحافظ على الفيدنج تدي هيومن وفورمولا وقف الفورمولا تدي هيومن وبتزود لا طب وقف على اللي قبلها يعني اقصد ما تفضيش بطن البيبي من البريست ميلك طيب while there are no randomized controlled trials comparing feeding during endometriosin therapy versus ibuprofen. طب عن endometriosin أحسن ولا ibuprofen أحسن؟ The indirect evidence suggests that the ibuprofen may be safer than the endometriosin. يعني بوجه عام الendometriosin أو ibuprofen is safer than endometriosin في اليوز بوجه عام وبالتالي ال study أو ما فيش controlled trials لكن بالعقل بنقول إن استخدام الايبوبروفين is safer than endometriosin. Infants randomized to trophic feeding subsequently required fewer days to reach 120 milliliter per kg per day. There were no differences between the groups on endometriosin and without it regarding feeding volume, necrotizing enterocolitis incidence, and gastric residual up to day 7. يبقى احنا بنخافش ان احنا ندخل فيدنج اثناء الكورس بتاع الاندوميثاسين او الكورس بتاع الايبوبروفين. الايبوبروفين is safer than endometriosin so it does not reduce mesenteric blood flow. In meta-analysis of 19 studies, necrotizing enterocolitis rates were lower in the ibuprofen group. Okay. The baby received the ibuprofen orally. Successful closure of the ductus حصل with decrease for oxygen need. His feeding was steadily increased. Few days later, the baby started to develop irritability, arching of the back with repeated apnea in spite of being treated with caffeine citrate. شايفين في الصورة دي الارشنج بتاع الباك وبيجيله repeated apnea. طبعا أول حاجة بتخطر في بالنا with deterioration كده إنه البيبي بقى infected. عملنا CBC وCRP and were normal. Are you going to diagnose gastric? أما نشوف الـ arching of the back والأبنية, we are going to think about إنه الـ patient ده عنده gastroesophageal reflux. Actually, الـ symptomatology اللي إحنا عارفينها في gastroesophageal reflux في الـ older children من أبنية وديسات والبراديكارديا والبيهيفيرال signs زي gagging وكافينج وارشنج والريتابيليتي في البريترم بيبي ما يعتدش بيها الستاديز قالت ما يعتدش بيها والدياجنوزس او الكونفيرميشن بتاعه الجاستروسترجيل ريفلكس بتبقى بحاجه اسمها مالتيبل امبيدنس وذ بي اتش متري. المالتيبل امبيدنس وذ بي اتش متري زي ما هنشوف بيتركب رايل مخصوصه. الرايل المخصوصه الراي المخصوصة زي اللي احنا شايفينها هنا هو بتبقى داخلة جوه الأسوفاجس وفيها الحاجات دي بتأسس ان الفلويد اللي في الستومك بيطلع لغاية انهي مستوى. مش بس هي بتشوف الفلويد بيطلع لانهي مستوى تشوف البي اتش, يعني هي مش بس بي اتش متري, بي اتش متري بتشوف الفلويد بيطلع ولا لا, دي بتشوف الفلويد بيطلع والبي اتش بتنزل لغايه مقدار قد ايه لغايه انهي مستوى, بيسموها مالتي شانل انترالومينال امبيدنس. ودي الكونكلوزيف علشان تو ديتيرمن ايه الاوكرنس اوف جاستروسيجيال ريفلكس.
دكتور عادل هيقول لنا بقى لو انا عندي very high index of suspicion ما عنديش المالتيبل امبيدنس, مالتيبل امبيدنس موجوده في حته قليله خالص لو ما عنديش مالتيبل امبيدنس, ولكن ستيل عندي حاجات very suggestive اللي انا بلاقي لبن في بق الطفل, خلاص لقيت لبن في بق الطفل او لقيت لبن جاي من مناخير الطفل او من الاندوتراكيال تيوب لو كان راكب او النيزو فارينجيال تيوب لو كان على نون انفيزيف فنتيليشن وجايب لبن, خلاص this is evidence of reflux. اعمل ايه علشان اقلل الريفلكس ده او تو انهانس الجاستريك انت؟ في حاجات من الحاجات اللي بتتعمل كمان بيحطوا ليتمس بيبر في بق الطفل فيتحول لونه يبقى في اسيد بيطلع لي لحد البق. طيب احنا في الحاله دي في البودي بوزيشن افكتنج جاستريك انتنج رونج بوزيشن ولا رايت لاترال ديكيوبيتس ولا ليفت لاترال ديكيوبيتس؟ لو انا عندي delayed emptying of the stomach, delayed emptying of the stomach هحطه على الرايت سايد عشان هتبقى الاستمك فوق والديودينم تحت هتنزل بالجرافيتي, ده لو في delayed emptying of the stomach. لو انا عندي ريفلكس هحط البيبي في اللفت lateral position after a feed وبعدين اقلبه على البرون position واسيبه نص ساعة وبعد كده بقلب برفع راس السرير 30 درجة. يبقى الطفل بيفضل على left lateral position after a feed turn over to the prone position بعد حوالي نص ساعة. يبقى محطوط على left lateral علشان ده أقل acid reflux بيحصل في position left lateral وبعد كده احطه على البرون بوزيشن والهيد بتاع السرير تبقى مرفوعه. يمكن في الامبيدنس الدكتور هشام كان بيتكلم عليها لقوا ان الابنيا بتحصل مع الليفل الالكالاين, يعني هم مش قادرين دلوقتي يربطوا بين هي الابنيا اللي بتحصل مع ريفلكس ولا الريفلكس اللي بيعمل الابنيا which is which اللي بيحصل, ان لقوا ان في الامبيدنس بيبقى موجود عندي الريفلكس موجود سوري الابنيا بتحصل وبيبقى معايا في الامبيدنس الكالاين. يمكن لو رجعنا للسلايد تاني it showed that apnea is related to alkaline not acidic reflux. شايفين دي فالابنيا والاسيد ريفلكس مش قادرين يربطوا بينهم ويقولوا which is which comes first. يبقى الطفل اللي عنده delayed emptying of the stomach هحطه على جنبه اليمين, لو الطفل عنده reflux هحطه على جنبه الشمال نص ساعة وبعدين احطه على بطنه واسيبه والهيد بتاعته بتاعت السرير مرفوعة 30 درجة. يبقى لما بيقول لي البيبي is having milk coming from the mouth يبقى ده هيكون غالبا reflux. طيب هل البروكينيتك دراجز والريفلكس ليها علاقه ببعض؟ ما فيش دلوقتي حاجه دافنت بتقول ان احنا بنستخدم البروكينيتكس. ايفن ريترومايسين كان على ديفرنت دوزز, كان من اول 5 لحد 50 استخدمت, فالريكومنديشن الاخيره ان هو لا يستخدم الا في الفور ريسيرش. رانيتيدين في البريترم يونيتس طبعا ده بيعلي الانسيدنس اوف سابسيس وما المفروض ان احنا ما بنستخدموش في الحالات دي. الاوميبرازول والازمبرازول في ريفلكس هو ابروفد بعد الشهر الاول من عمر الطفل ان احنا نقدر نستخدم الازمبرازول. تيوب فيدنج لكن هنتكلم بقى على الميثود بتاعت التيوب فيدينج الكونتينيوس والانترميتنت بولس لما اورو جاستريك نيزو جاستريك ترانسبايلوريك او جاستروستومي. ده كل ده عشان نوصل الفيدينج للطفل. البولس versus continuous no difference في التايم تو اتشيف فول انترال فيدز ونو ديفرنس ان ذا تايم تو ريجين بيرث ويت اور جروث ريت. يبقى سواء اديت بولس اديت كونتينيوس مش هتفرق معانا وما فيش فرق في necrotizing enterocolites. Oh, one study suggested that smaller infants birth weight الأقل من كيلو 250 gained weight faster when fed continuously.
البولس فيدينج بيقول ان هو ميمكس الفيد فاست روتين وبالتالي ده مور فيزيولوجيكال جريتر هرمون ريسبونس وما تضطرش انك تستخدم انفيوجن بومبس فده بيفضلوه عن انك تديه الكونتينيوس. The continuous infusion was associated with increased nutrient absorption in infants with GI disease. يبقى هو ممكن لي استخدام لو عندي مشكلة في الجهاز الهضمي. Seem prudent to use it in infants with intestinal surgery and for infants receiving milk via a transpyloric tube. Transpyloric tube مش شرط انها تستخدم روتينلي لكن بنضطر ان احنا نستخدمها في السيفير ال او لما يكون عندنا ريفلوكس شديد. The alternative option is to increase the duration of time that bolus feedings are administered. اللي هو slow bolus feeding. هو كل ده احنا هنلجأ له امتى؟ لو هنلجأ له لو احنا عملنا البوزيشن. احنا شفنا انه الادوية اللي used for management of reflux should not be used. يعني الدومبريدون is actually associated with worsening of the reflux. الانتاسيد are associated with الانتاسيد والبروتون بومب انهيبيتور are associated with increased incidence of sepsis, increased incidence of necrotizing enterocolitis and increases mortality. ومش بنسبة قليلة, ده 5 and 6 fold increase, يعني بنسبة عالية جدا جدا. يبقى بالتالي لو البوزيشننج بتاعي ما كانش كفاية للمانجمنت بتاعت الريفلوكس وستيل اللي انا بلاقي الطفل بيرفلوكس وعنده repeated aspiration وrepeated collapses lung collapse ومش عارف اشيل البيبي من على الفنتيليتور, في الحالة دي هفكر في alternative. بالنسبة لي من ضمن alternative بالنسبة لي اللي انا احاول اعمل continuous feeding او ادي الفيدينج بدل ما بديها على short time بديها slow bolus او even continuous feeding. if all of this fail وما عنديش اي سوليوشن ومش عارف اشيل بيبي من على الفنتيليتور, ممكن الجا الى ترانسبايلوريك فيدنج, يعني اركب سبيشال رايل معموله بسيليكون او بالبولي يوريثين بتعدي البايلوراس وبغذي الطفل. في الحاله دي it should be continuous, لازم continuous عشان ده الفيسيولوجيكال, ان الاكل بيخش في الجودينم continuously مش intermittently, بيخش الستومك intermittently وبيغادر الستومك continuously. في الحاله دي ممكن نلجا الى الترانسبايلوريك فيدنج او الكونتينوس جاستريك فيدنج. في حاجه بقى مهمه في الحاله دي, ان انا اما استخدم الكونتينوس فيدنج او السلو بولس فيدنج لازم اعمل ان انا في لقوا انه بيحصل لي نيوترينت لوس في التيوبينج سيستم بتاع اللي انا بحطه. يعني في حاله الكونتينوس فيدنج بحط سيرنج بامب او انفيوجن بامب واحط كونكشن واصله السرنجه دي بالرايل بتاعي. الكونكشن دي بيحصل فيها ديبوزيشن بتاعت الفات والكالسيوم بحيث انه up to 30% of my calcium will be precipitated and I can lose 25 to 30% of my fat. يبقى بالتالي اتجنب الكلام ده ازاي؟ يبقى هخلي السيرنج بامب بتاعتي اقرب ما تكون من نيزو جاستريك تيوب, اقصر الكونكشن بتاعتي خالص واقرب السيرنج بامب بتاعتي من الرايل وهستخدم this slow infusion feeding for the shortest possible time لغاية ما العيان بتاعي يتحسن ووقف الكلام ده. هو actually الترانسبايلوريك استخدامه قليل وهو shouldn't be a routine. ترانسبايلوريك قلنا في الأطفال اللي هم extremely sick أو عندنا reflux cannot be controlled بكل الطرق اللي احنا عملناها. حتى لما تقول لك there is increased risk of mortality with transpyloric, ده الحقيقة لأن هو بيبقى في الأطفال اللي هم less mature and sicker infants, يعني مش هم السبب في المورتاليتي. It's just an association, الطفل ده كان general condition بتاعته مش كويسة وبالتالي لو لقوا أن في increased mortality it's not due to the transpyloric feeding itself. ما كانش في اي فرق في الجروس ريت بين الترانسبايلوريك والجاستريك, ونو ديفرنس في الريت اوف شورت تيرم جروس سواء ويت او لينث او هيت سيركمفرنس او سكين فولدز. في النهايه قصه الفيدنج تيوب عندك لا اما اورال جاستريك لا اما نيزو جاستريك لا اما ترانسبايلوريك,
لأما بتديها بولس لما بتديها انترميتنت كلهم ما بيفرقوش، لكن بتلجأ لواحدة واحدة حسب الحالة بتاعت الطفل. زي ما شرحت دلوقتي ان انت بتتنقل من حاجة لحاجة لما مش قادر تكنترول الريفلكس بتاعك، او الطفل اللي عنده مشكلة في الجي اي تي دي اللي ممكن تضطر تديله فيها الكونتينيوس فيدينج والترانسبيلوريك فيدينج. برضو ما لقوش اي فرق في الادفيرس ايفنتس نيكروتايزنج انتيروكولايتس والبرفوريشن والاسبيريشن نيمونيا. No benefits to routine use of transpyloric feeding in preterm. يعني مش لازم ده يكون الروتين بتاعنا. في ناس بتصمم انها تركب لأي preterm تحاول تدخله transpyloric. It's not easy انك تركبها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين. There is no need. ما فيش بفتيات تيجي من transpyloric feeding في preterm infants. طيب. لو جينا نتكلم على ال recommendations بتاعت الـ formula feeding في الأطفال. دلوقتي قلنا لو احنا الطفل ده ما قدرناش نديله breast milk من المذر his own mother، ما قدرناش نديله donors human milk، كل ده بندور على الhuman milk، بنتنقل للـ preterm formula. preterm formula preterm formula دي الاسبيجان ريكومنديشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين الريكومنديشن بتاعت الاسبيجان الفورمولا بتاعت البريترم. لو نبص الانرجي اللي بتديها بتدي انرجي دي اكتر بكتير من الريجولر انرجي اللي بتديها اي فورمولا. الكم البروتين ده الريكومنديشن لازم ياخده الطفل البريترم علشان تو اتشيف الاديكويت جروس. هو محتاج لفلود من 135 ل 200 ملليلتر، محتاج انرجي من 110 ل 135 كيلو كالوري بير كيلو، محتاج البروتين انتيك بتاعه زي ما احنا شايفين كل ما قل حجم البيبي البروتين نيدد بيبقى اعلى، يعني تحت كيلو محتاج من 4 ل 4.5 جرام، ما بين كيلو وكيلو 800 بيحتاج من 3.5 لغايه 4 جرام. الليبيدز بتاعته لازم ياخد من 4.8 ل 6.6 جرام، الكربوهيدرات ما بين 11.6 ل 13.2، لازم ياخد الايرون من 2 ل 3 ملي جرام بير كيلو بير داي، فيتامين دي بياخد من 800 ل 1000 وحده بير داي، فيتامين اي من 400 ل 1000 مايكرو جرام، وده غايه في الاهميه فور بريفنشن اوف برونكوبالمونري ديسبليزيا. ثبت انه من ضمن الافيشنت تولز الصوديوم بتاعه من 69 ل 115. نيجي نبص على الصوديوم ده نسبة صوديوم أكتر من اللي بيحتاجها الفول تيرم نيونيت. ليه؟ علشان الكاباسيتي أوف retention of sodium في pre-term babies أقل and these babies are salt closer، فبالتالي لازم ياخد sodium additional، لازم ياخد selenium كأنتي-oxidant. الكالسيوم بياخد بيبقى محتاج كالسيوم أكتر بكتير من الكالسيوم بتاع الفول تيرم، بياخد من 120 ل 140 ميلي جرام، والفوسفورس من 60 ل 90 بالإضافة للفوليك أسيد وبقية الفيتامينز and trace elements. ماشي، نيجي بقى للإيشو بتاعة الفورمولا. يبقى شفنا اللي احنا ان لو الطفل ما عرفناش نجيب له الهيومن ميلك ملهاش حل غير اللي انا استخدم بريماتور فورمولا. هستخدم بريماتور فورمولا ليه؟ علشان شفنا ان هو محتاج الكالوريز اعلى بكتير من الفول تيرم فورمولا، محتاج بروتين كونتنت في الفورمولا اعلى بكتير، محتاج فات كونتنت اعلى من الريجولر فورمولا وذ ديفرنت فات ديستريبيوشن عن الفورمولا، محتاج كالسيوم اند فوسفورس مور ابروبريت، محتاج فيتامين دي اعلى، محتاج فيتامين اي اعلى. يجي الايشو دلوقتي، هل هنديله باودرد فورمولا ولا حاجه اسمها ار تي اف؟ يعني ايه ار تي اف؟ ريدي تو فيد فورمولا. ايه الريدي تو فيد فورمولا؟ ده لبن متعبي في بوتل ان ليكويد فورم، ان استرايل اند ليكويد فورم. حتى يقول لي طيب استرايل اند ليكويد فورم، ما هو الارتفيشال لبن البودره ده استرايل،
هقول له لا المعلومة دي خاطئة، واللبن البودرة بالتكنولوجيا العظيمة اللي وصلنا لها حتى الآن غير قادرين على إنهم يحققوا إن الفورمولا تبقى استيرايل أند فورمولا في بلاد كتير في العالم including أكتر بلاد متقدمة، لقوا إن الفورمولا بتبقى contaminated ببكتيريا هنشوف اسمها. علشان كده الريكومنديشن إن زي ما احنا شايفين المكتوب تحت في حاجة اسمها Starship Child Health. Starship Child Health دي الجهة المسؤولة عن الخدمات الطبية في نيوزيلندا وأستراليا، اسمها Starship Child Health، بتتكلم على Feeding and Handling Powdered Formula and Breast Milk with Additive أي لأي Sterile Ready to Feed Formula should be used instead of Powdered Infant Formula where possible and appropriate especially in high-risk infants. إيه اللي هم high-risk infants؟ اللي هم Preterm babies والimmunocompromised. Preterm هو بيبقى immune compromised من Preterm، ودي recommendation بتاع CDC وال FDA والWHO كلها بتريكومند نفس الحكاية. الكلام ده البحث ده وده منشور سنة 2008 درسوا ان يعملوا حتة مخصوصة روم مخصوصة في النيونيتال انتنسيف كير ما فيش فيها مايكروبيال كونتامينيشن عشان يحضروا فيها الرضعات. وكانت ايه الكونكلوجن بتاعتهم في البحث ده؟ نشوف بيقولوا انه رغم انه بيحضروا الرضعة في حتة استيرايل powder formula were 14 times more likely to be contaminated than RTF. مش بس كده ال contamination risk increased significantly with the use of powder formula and sterile liquid formula should be considered when possible to minimize the risk of microbial exposure in neonatal intensive care unit population. CDC اللي هي Center for Disease Control بتتكلم على transmission of organism اسمه كرونوباكتر. الكرونوباكتر ده كانوا زمان بيسموه الانتيروباكتر ساكازاكي. كان الأول الريبورتس بتاعت الانتيروباكتر ساكازاكي والإنفكشن كوز الانتيروباكتر ساكازاكي بنرجع بالليترشر. الليترشر اتوصف أول مرة سنة 1950 وأول هيومن إنفكشن كان سنة 1958. من بعدها الريبورت زادت جدا جدا ولقوا الآتي إنه الريكومنديشن بتاعتهم فور بريفنشن بتاعتها either to breastfeed or if your baby gets formula consider choosing infant formula sold in a liquid form. ليه؟ عشان liquid form is sterile في حين الباودر فورم في كل العالم ما فيش حتة في العالم قدرت تعمل باودر فورم sterile وما هياش contaminated. والrisk of contamination في بره أما عملوا survey لخمسين manufacturer أو 50 باتش لباودر ميلك طلعت 22 باتش contaminated بالكرونوباكتر اللي هي السكازات دي اللي ما هياش innocent. لا دي it is associated with necrotizing enterocolitis, it is associated with sepsis, it is associated is associated with meningitis, brain abscess, necrotizing enterocolitis, والoverall mortality منها من 33 ل 80%. علشان كده الاسبرجن بيتكلم انه الباودر انفنت فورمولا دي يستعمل في البريترم بيبيز شيفت للستيرايل RTF فورمولا علشان نتجنب the complication of الباودر فورم. يبقى الباودر فورم is associated with an ultra major problem اللي هو الكونتامينيشن ما هياش sterile بتبقى contaminated. زي ما قلنا 22 باتش من وسط 50 تستد طلعت contaminated. another problem مهمة في الارت الكلام ده ان ندي ال RTF ولا powder الايرورز في التحضير. ممكن نحاول بس عشان قبل الايرورز في التحضير هعيد تاني قصة بتاعت الفورمولا الباودر فورم وال RTF. الباودر فورم definitely contamination ده موجود
في أمريكا. يعني لو طلعت في محاضرة كان تانية موجودة, بس عشان ما نطولش أكتر من كده إحنا دابلنا ساعتين شوية. definitely هم اللي بيتكلموا لأنه أمريكا نفسها, عشان ما حدش يقول معمول برا, أمريكا نفسها فيها المصانع بتاعتها فيها الكونتامينيشن وملوش حل. طرق التصنيع الحالية ما بتقدرش تطلع ستيرايل فورم, وبالتالي ما حدش يقرب ناحية الباودرد فورم في حالات النيكروتايزنج انتيروكولايتس, سوري حالات البريماتور انفانتس, ان ده بيؤدي الى مشاكل كتير. اولها كانت لما ظهرت المينينجايتس, بعد كده ظهرت كل المشاكل التانية من برين ابسس ومن سبسيميا ونيكروتايزنج انتيروكولايتس والكلام ده كله, وملهاش حل, ملهاش حل الباودر فورم في التحضير. حتى لما ابتدوا يقولوا قال لك حط المية درجة حرارتها 70, ده كانت ريكومنديشن, حط مية حرارتها 70 عشان تموت البكتيريا ديت. للأسف الشركات بتتخانق مع ريكومنديشن دي ان هم مش عايزين يحطوا 70 علشان مش عايزين يعترفوا ان في الباودر فورم كونتامينيتد. حاجة تانية ان الجينيريشنز بقى اللي طالعة جديدة والسترينز اللي طالعة جديدة في بعضهم ما بنقدرش نعمل لهم كالتشر, ما بيظهروش في الكالتشر, هم فايبل عايشين لكن you cannot culture them بالطرق العادية بتاعتنا في المعامل. They need special techniques عشان تظهر هذه السترينز, وبالتالي أصبح إن إحنا حتى لما بنقول الأنسس بتاعها قليل نسبياً, لكن لو إحنا بنعمل التكنيس الجديدة اللي هم عملوا بيها اللي هم بقولك non-culturable لكن هم viable non-culturable, دي مشكلة. ودي لها تكنيكس علشان نتفادى القصة ديت, ودي كلها حاجة بكتيريولوجي technical we don't know it, لكن علشان نبقى عارفين إن الأنسس قد يكون أعلى من كده وحالات كتير ما بنبقاش عارفين ان هي فيها الانتيروباكتر كرونوباكتر. اشكال تاني كمان في الباودر, هل ندي باودر ولا ار تي اف غير الريسك اوف كونتامينيشن, انه لقوا ام بيحضروا الباودر الايرورز في التحضير. الكلام البيبر دي منشوره سنه 2019, نقرا مع بعض كده. 19% of bottles prepared contains the recommended amount of infant formula powder, 19% بس, 3% were under dispensed, under يعني كم الباودر اقل, و 78% من البوتل were over dispensed resulting in 11% additional infant formula powder. طب ده اشكال كبير خالص, الاديشن انفنت يعني بالتالي الاوزمولاريتي بتاعت الرضع مختلفه, الريسك اوف نيكروتايزنج تيروكولايتس مختلفه, الريسك اوف اوبيزيتي, الريسك اوف اوبيزيتي زياده جدا. الكلام ده مش جديد, شفنا احنا البحث ده منشور قبل كده, كان منشور سنه 2019 11 جون 2019. الكلام ده معروف من زمان جدا, هنشوف البحث اللي بعديها منشور في البريتش ميديكال جورنال سنة 73, يعني من 46 سنة قبلها. قايلين ايه؟ قايلين انه الايرور اوف ميكسينج اوف فورمولا ونسبتها عالية جدا, بتبقى اكتر في الكونسنتريتد فورمولا, ينتج منها هايبر ناترينيا, ينتج منها سيريبرال دامج, ينتج منها ترانزنت دايابيتس اوف ذا نيو بورن. دي كلها كومبليكيشن of mixing the formula. يبقى mixing the formula عشان اوصل للـ proper mixing ده حاجة مش سهلة بالباودر فورمولا. والرانتمايز ترايلز بتقول ان RTF بتاعتي الـ بتقلل الريسك في الباودر فورمولا. ده البحث ده برضو منشور في الاركايف of disease of childhood. Those fed the powder formula, 6 من 19 have become overweight. 6 من 19 compared
لواحد من 19 في ready to feed. يبقى اللي بياخد الارتفيشال فورم اللي في الباودر فورم نتيجة الارور ان دايليوشن عندي ريسك ان يبقى عندي اوفر ويت اعلى بكتير جدا من الار تي اف, ودي حاجة مش مستحبة. حد هيقول لي طب ما ده كويس ان يبقى اوفر ويت, خلي بالك في حاجة اسمها ميتابوليك بروجرامينج. اما بخليه اوفر ويت, اما بيبقى عنده اكسسيف جراس في الاول, بحطه على التراك بتاعت الميتابوليك سيندروم. الميتابوليك سيندروم يبقى ده الريسك ان يبقى هايبرتنسيف, الريسك ان يبقى ديابيتك واثيروسكليروتيك وكوروناري هارت ديزيز, لما يكبر اعلى بكتير جدا فمش مستحبه. انا عايز يبقى عنده ابروبريت جينين ويت, مش ان يبقى اوبيس. يبقى الريسك بتاعت الباودر ميلك في النيكيو في البريتيرم بيبيز حاجتين اساسيتين. الريسك اوف كونتامينيشن بيبقى اخطر بكتير جدا في البريتيرم عشان اميون كومبرومايز, والريسك اوف ايرور اوف دايليوشن التي يمكن ان تؤدي الى الاوبيزيتي. لو جينا نقول الفيدنج اوف ذا بريتيرم برضو بيبي, هنشوف هنا الفرق في الفورمولا بين البريتيرم فورمولا والترم فورمولا. الفوليوم من 124 هنا 148 ال 100 كيلو كالوريز. البروتين عندي في البريماتور فورمولا 3 في حين في الترم فورمولا 2 2.07 3. احنا زي ما قلنا محتاجين بروتين اعلى. الكالسيوم 180 في مقابل 78, نحتاج كالسيوم اعلى عشان الجروث ريت محتاجين اعلى زي ما شفنا زمان. الطول 30 سنتي و50 سنتي فرق بين الطفل 25 اسبوع والطفل 40 اسبوع. الفوسفورس 100, الفوسفورس هنا 42. فيتامين اي 1250 زي ما اتكلمنا على البروتكتيف رول بتاع الفيتامين اي في البرونكوبالمي ديسبلاجيا. وفيتامين دي بير 100 كيلو كالوريز عشان ما حدش يقول بس 150 بير 100 كيلو كالوريز مش بير 100 ملليلترز. اوكي, فده في الفرق بين البري تيرم فورمولا والفول تيرم فورمولا. ده نفس الكلام كله. For catch-up growth and development, preterm infants benefit from higher protein requirements than term infants. وده احنا طبعا شفنا البروتين كونتنت بتاع البريترم فورمولا should be higher than الريجولر term فورمولا. البروتين كواليتي احنا اتكلمنا عليها برضه قبل كده. الكونديشنالي اسينشال امينو اسيدز اللي قلنا عليها بالطفل البريترم محتاجها انها تكون موجوده كونديشنالي عشان هو بريترم. Preterm cannot synthesize certain amino acids زي السيستين والتورين والتيروزين والكاستيدين. كل دي لازم تكون موجودة في الـ preterm formula علشان يحصل catch up للـ growth. Formulation of preterm formula ده الريفرنس بتاعنا, ده هتلاقوه direct protein requirements. احنا طبعا دي ديتيلز بقى مش ايه مش هنتكلم عليها, لازم الكونسبت يبقى واضح ان البريترم فورمولا is totally different عن الفول تيرم فورمولا. الريكويرمنتس بتاعت البيبي البريترم مختلفه عن الفول تيرم, وبالتالي لازم زي ما قلنا البروتين اعلى, الفات اعلى, الكربوهيدرات اعلى, كل ده اعلى. نيجي post discharge form. لا سوري احنا خلصنا ده بقى. ماشي ارجع كمان الكربوهيدرات. طيب الكربوهيدرات احنا في الفول تيرم فورمولا الكربوهيدرات كلها بتبقى من اللاكتوز. لازم الكربوهيدرات تديني حاجه 40% من الكالوريز بتاعت الفورمولا. قلنا انه اللاكتيز انزايم بيبقى في البري تيرم مش ماتيور انف, فبالتالي يبقى في ادفانتج لنا اعمل ميكسينج, مش بس ما يبقاش كل الكربوهيدرات في صوره لاكتوز, ولكن يبقى لاكتوز والدكستريم مالتوز
جلوكوز اللي هو بوليمر من الجلوكوز. الاديشن ان يبقى نص الشجر في صوره لاكتوز ونص الشجر في صوره دكسين مالتوز, من ضمن الادفانتج بتاعه الحكايه دي ان بتريديوس الاوزموتيك لود اوف ذا فورمولا. ليه؟ علشان اي بوليمر عدد المولكيول فيه اقل, فبالتالي الاوزمولاريتي بتاعه الفورمولا تبقى اقل. يبقى انا هخلي for the same amount of carbohydrate lower osmolarity it does not overwhelm the lactase producing capability of the immature gut, and it appears that such a mixture of carbohydrate does not impair mineral absorption. احنا عارفين ان اللاكتوز is essential for calcium absorption, اما بحط نص الكربوهيدرات في صورة دكستين مالتوز مع اللاكتوز مش بيأثر لي في الكالسيوم ابسوربشن, الدايجستبيليتي بتبقى اسهل بالنسبه لي, وكمان الاوزمولاريتي بتاعت الفورمولا بتبقى اقل. طبعا احنا ما نقدرش ندي لاكتوز فري علشان الجلوكوز والجالاكتوز. احنا عارفين الجلوكوز هو ده الفيول اوف ذا برين, الجلوكوز بيبقى اللاكتوز بيتحول لجلوكوز وجالاكتوز. الجلوكوز is the fuel of the brain, الجالاكتوز مع الليبيدز بيعمل جالاكتوليبيدز, وده البيلدينج بلوكس بتاعت البرين والسنترال نيرفس سيستم. عشان كده برغم ان احنا حاطين لاكتوز اقل لكن مش لاكتوز فري فورمولا. بالنسبه للفات, again الفات في البريترم فورمولا it should be different. ليه؟ اولا الفات is essential concentrated source of energy for growth, لازم من 40-50% من الكالوريز تيجي من الفات. مش بس كده, ده البريترم بيبي الباور اوف دايجيشن بتاعت الفات فيه اقل. ليه الباور اوف دايجيشن؟ علشان الانزيمز فور دايجيشن اقل, البايل سولتس اقل. طيب هعمل ايه؟ انا محتاج اديله فات, والفات اسينشال زي ما شفنا البرين بيزيد 5 أضعاف ما بين سن 25 و40 اسبوع, يبقى لازم اديله الفات ولازم اديله الاسينشال فاتي اسيد اللي بتمثل لي 20% اوف ذا درايد ويت اوف ذا برين. يبقى الحل اللي انا تقريبا من 40% من من الفات ده يبقى في صورة حاجة اسمها MCTs, الميديم تشين تريجليسرايدز. MCTs دي هتمثل لي 40% من الفات. الأدفانتج بتاعتها انها مش محتاجة دايجيشن, بتبقى ابسورد as such, مش محتاجة بايل سولتس عشان تبقى دايجست ولا ابسورد. نمرة اتنين الاسنشال فاتي اسيد اللي هو لين اوليك اسيد لازم يمثل لي 3%. ليه؟ علشان قلنا الديفلوبينج برين والنيد فور اسنشال فاتي اسيد, واللين اوليك سبورت جروث والديفلوبمنت بتاعت السكين اند هيلث, والاسنشال يبقى موجود فور ذا نورمال برين ديفلوبمنت. الكالسيوم والفوسفرس, الكالسيوم والفوسفرس زي ما شفنا اللانس اللي بتحصل والتوتال اماونت الكالسيوم اللي زي بيزيد في الثيرد تريمستر 5 أضعاف واكتر بيحصل له زياده, يبقى بالتالي البري تيرم فورمولا لازم الكالسيوم يبقى فيها اعلى. وشفنا احنا الكومباريزون ما بين البري تيرم فورمولا والفول تيرم فورمولا, لازم يبقى الكالسيوم اعلى والفوسفرس اعلى, الاثنين يبقوا اعلى في الفيري لو بيرث ويت. واللو بيرث ويت ريشيو اوف 1.6 ملغ تو 1 ملغ اديكويت, في الاكستريمي لو بيرث ويت يبقى الريشيو 2.2 لـ 1 ملغ. لو ما عملناش كده بيحصل لي حاجه اسمها اوستيوبينيا بريماتوريتي. وفي الاكس راي دي اكس راي بتاع واحد من عيانين كان عنده اوستيوبينيا بريماتوريتي, شايفين الماركد ريفاكشن اللي موجوده في الريبز, وشايفين الفراكشر اللي موجوده في الريبز مكان الريفاكشن, والبيلي في بعض الاحيان ده هو الستيل محطوط على الفنتيليتور ومش عارفين نشيله من الفراكشن موجوده في الريبز والانفيشنت ريسبيريشن اللي ناتجه عنده. الاير اكستريملي امبورتنت, الاير اكريشن بتتم في اخر 3 اشهر. الفول تيرم نيونيت مش محتاج الاير الا بعد ما يتم 6 اشهر. محتاج الاير لو بياخد الفورمولا, لكن بري تيرم نيونيت محتاج الاير من بدري جدا. محتاج دوز اوف اير اعلى بكتير من 1.5 ل 3.5 كالوريز, وده مهم خالص خالص
تخصص خصوصا في حالات اللي يبقى فيها accelerated erythropoiesis زي الانتراترين gross retardation, وفي الانفنت اوف دايابيتك محتاج additional ايير علشان not to deprive the developing brain from the eye. هي نقطة مهمة ان الايرن, ما تكلمش على ايرن ديفيشنسي انيميا, we're talking about عن ايرن ديفيشنسي وعلاقته بالcentral nervous system والتأثير على الكوجنيتيف فانكشنز. يعني على ما يحصل لي انيميا بيكون البرين اوريدي اتأثر, وللأسف لو حصل ان احنا صلحنا الايرن بتاع البيشنت ما بيبقاش التصليح ده واصل للكوجنيتيف فانكشنز اللي حصلت حصل فيها ديفكت. فالمقصود بايرن ان احنا بندور على البرين ديفلوبمنت قبل ما نقول بندور على انيميا. وزي ما الدكتور هشام قال لكم ان اخر 4-3 أشهر اللي في الحمل بيبقى فيهم الاكريشن بتاع الايرن, بعد كده الطفل بيحتاج الايرن سبلمنتيشن من بره بعد الولاده. الدول اللي زي حالتنا اللي اكتر من 40% الايرن ديفيشنسي برسنتج فيها, المفروض احنا حوالي 57-58% يمكن, فالمفروض يكون في عندنا سبلمنتيشن من سن 6 شهور. لكن البريترم بياخد من بدري في الفورمولا بتاعته, وان ايفن لو كانش بياخد فور, لو كان بياخد بريست ميلك بياخد معها ايرن سبلمنتيشن ايرير دان الفول تيرم, عشان هو ما خدش فتره 3 أشهر الاخيره اللي بيحدم فيها ستورز اوف ايرن ديورينج بريجننسي. بعد كده نيجي الطفل قاعد عندي في الحضانة, كبر, قررت انه هيخرج من الحضانة. دلوقتي وورلد وايد انه الاطفال بنحاول نخرجها من الحضانة as early as possible. Several lines of evidence suggest that preterm infants, particularly those born very low birth weight, are at a greater nutritional risk at the time of hospital discharge than at birth. وده بيؤدي لي لو ما احترمتش الكلام ده بيحصل لي حاجه اسمها اكسترا يوتيراين جروس ريتارديشن, او بيسموه اكسترا يوتيراين جروس ريستريكشن, او بوست نيتال جروس ريتارديشن, او جروس فيلير. ات هاز بين ايدنتيفايد از ا ميجر بروبلم سيكندري تو سب اوبتيمال نيوتريشن از هاز بين ريبورتد اول اوفر ذا وورلد. ده كل العالم بيشهد هذه الصور. طيب general principle, the earlier an infant is born before his or her expected delivery date, the greater is the risk for this morbidity. انه هيحصل له سوء التغذية ده, سوء التغذية ده بالذات اما اخرجه قبل ما يكون وصل للفول تيرم. وده كتير بيحصل ان عيل تولد 28 اسبوع او 29, او المثل اللي احنا كنا ضربناه ما بنستناش اخرجه عند فول تيرم, بخرجه قبليها بكتير. من الاشكال بقى ان بعد ما اجي اخرجه همشي على ايه, بالذات ما يبقى عندي extremely low birth weight او discharge home much before their expected date of delivery. Okay. لو كان extremely low birth weight, لو discharged home much before the expected date of delivery, لو الطفل ده وهو ماشي على human milk كان وزنه تحت الـ 3rd to 5th percentile, لو كان عنده persistent morbidity, في بعض الأحيان بيخرج الطفل وهو عنده chronic lung disease بخرجه على oxygen therapy في البيت, بيبقى الطفل ده عنده sucking والswallowing عنده فيه incoordination أو نتيجة عمل عملية في الانتسن عنده short bowel. كل الحالات دي بتخلي الطفل ده محتاج nutritional supplementation مختلفة, وهنلجأ لحاجة اسمها post-discharge feeding أو post-discharge formula. post-discharge formula الجدول ده احنا شايفين مقارنة ما بين premature formula والterm formula. post-discharge formula دي في النص بتبقى حاجة ترميل
البروتين اللي فيها 2.8 مقارنه بالترم فورمولا 2.0 اقل شويه من البروتين في البريماتور فورمولا. الكالسيوم اللي فيها تاني اجين ميد واي ما بين البريماتور فورمولا والفول ترم. الفوسفورس نفس الحكايه تقريبا مره ونص الفوسفورس في الفول ترم. الفيتامين اي اللي فيها اعلى والفيتامين دي اللي فيها اعلى عن الترم فورمولا. يبقى بالتالي في الاطفال اللي كان عندهم المولودين very low birth weight اللي مولودين قبل ما عندهم بفترة طويلة وخرجتهم قبل الاكسبكتد ديت او اللي وزنهم كان اقل من الفيفث برسنتايل او كان عنده كرونيك لونج ديزيز هحتاج ان انا لازم اديله فورمولا انترميديت ما بين البريماتشور والترم فورمولا تحتوي على انكريز بروتينز هاير كالوريز هاير كالسيوم هاير فوسفورس فيتامين اي اند فيتامين دي. تعالى فيش تكون مسج بعد كده عشان الوقت ولا ايه؟ مش كفايه كده يعني anyway لسه بدري يا بيه لسه بدري لسه بدري يا بيه اتفضل. انا بنشيت في الفيرست داي بنبتدي على طول الانترال فيدنج بتاعنا ولو كان بنبتدي الجات برايمنج والجات برايمنج زي ما قلنا از فيري امبورتنت لو هنسميه تروفيك فيدنج. البرنترال نيوتريشن بنقلله سيمالتينيسلي مع زياده الانترال فيدنج. الستارت فيدنج بتاعنا في حدود ال 25 الادفانسمنت ريت بيبقى من 15 ل 30 مفيش فرق بين الرابيد والرابيد انكريمنت والسلو انكريمنت. السلو مش احسن خالص الرابيد از بيتر تو جين ال فول انترال انتيك اسرع تو ريجين البيرث ويت كل ده في منطقه العاميه وداز نوت انكريز الريسك اوف ال ان اي سي. لما نبص للتارجت ويت جين بيبقى ايه خلوا بالكم في الاول 18 جرام بير كي جي بير داي ده التارجت ويت جين 18 جرام بير كي جي بير داي. بعد 2 كيلو بيبقى التارجت بتاعنا اللي هو 20 ل 25 العادي بتاع الأطفال العاديين. مش عايزين نطول بقى كده. الترافيك فيدنج زي ما قلنا مهم ان احنا نبتدي بال 15 من 10 ل 15 وفي اول يوم. بريست ميلك از ذا جولد ستاندرد. لو ما لقيناش فريش بريست ميلك بندي الدونرز هيومن ميلك. ما لقيناش بناخد الفورمولا فورمولا بريماتور فورمولا. طبعا ريكومندد ان احنا ندي ار تي اف لان احنا بنتفادى فيها حاجتين مهمين الكونتامينيشن اللي موجود في الباودرد فورمولا ودي ريكومنديشن بتاعت السي دي سي وبتاعت الدبليو اتش او بتاعت الاف دي اي بتاعت الفاو ان احنا ما بنديش الباودرد فورمولا البري تيرم في النيكلو لازم نبعد عن الباودر ونروح للار تي اف سبيشال البري تيرم البري تيرم بيبيز. مين اللي بقى قلنا البوزيشن بتاعنا البيبي اللي عنده ريفلكس بنحطه على جنبه الشمال لمدة نص ساعة وبنحطه على البرون بوزيشن والهيد بتاعة السرير تبقى مرفوعة. Thank you very much for your attention. وإحنا تعبناكم وسهرناكم ده الجدول. على فكرة المحاضرة دي يعني حد كان محتاجة يبعت لنا وما فيش فيها مشاكل إن شاء الله. Thank you very much. لسه ديسكشن. ألف شكر دكتور هشام دكتور. ألف شكر لحضراتكم جدا 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 بجد كانت ديبيت ساعتين رائعين ولسه هنكمل الديسكشن. كان معانا لغاية نص ساعة احنا عدينا 2000 التنديس بالنسبة للسوشيال ميديا على صفحات الفيسبوك وبالنسبة للزوم مجتمعين الاثنين. عندنا اكتر من 112 كويتشن موجودين في الزوم وموجودين على السوشيال ميديا جمعتهم كتير الاثنين بس مش هنقول كلهم في اسئلة منهم متكررين كتير بمشيئة الله فهنحاول نجمع منهم الاسئلة المتقاربة الى حد ما.
بس اكسلنت دكتور هشام طبعا زي ما تعودنا يعني اكسلنت ديبيت دكتور عادل رياض طبعا السهل الممتنع. وطبعا انا عارف ان احنا اختصرنا بتهيالي كمان يا بيل ها دكتور هشام اختصرنا دكتور عادل اختصرنا يعني احنا المفروض كنا نقعد مثلا كمان ساعه لسه عقبال ما نكمل يعني. طبعا في اسئله كتير جدا جدا عشان خاطر ايه نكون موجوده. طبعا دكاتره كتير حضرتك اتكلمتوا على الهيومن ميلك والهيومن ميلك فورتيفايد واتكلمتوا على الكاو ميلك والكاو ميلك فورتيفايد واتكلمتوا على ريدي تو فيد. ناس كتير منهم مش يعني مش عارفين ايه اللي نقدر نستخدمه وايه الفورمولا اللي في الماركتس اللي موجوده فيها. في بعض اسئله مثلا اول سؤال هنتكلم عليه بيقول وات از ذا رول اوف اكسكلوزيف هيومن ميلك and human milk based fortifier versus human milk endorsed by cow milk based fortifier. يعني بتهيالي ده حضرتك بنتكلم على الهيومن ميلك بانك اللي موجود بره ازاي بتبقى الامهات مثلا بيبقى في مثلا 20 او 30 دونرز من الامهات بيتحطوا في بنك وبيعملوا الهيومن ميلك والهيومن ميلك فورتيفاير. وبقى السؤال بيقارنهم بالكاو ميلك والكاو ميلك في فورتيفاير. ايه راي حضراتكم في الموضوع ده وايه وجهه نظر الدين في الحته دي كمان؟ هي بص في نقطه مهمه الاول احنا بنتكلم انا السؤال مش واضح قوي لكن بالنسبه لنا بنقول الخلاصه ان هيومن ميلك بتاع الام هو ده الاساس وده المفروض ان انا باخد الفريش بريست ميلك. لو ما لقيتش باخد الفروزن. لو ما لقيتش باخد الهيومن ميلك دونر. الدونر احنا ما عندناش ميلك بانكس عندهم هناك هما ميلك بانكس. وان كان الميلك بانكينج مش حاجه بسيطه ولا سهله اتس اكستريملي اكسبنسيف. خلوا بالكم الميلك بانكس عشان يعمل ستيرلايزيشن ويحفظه ويبقى فول ده برضو ده قصه مش رخيصه هناك. مش موجود في مصر عموما حضرتك انت لما بتيجي هنا انا وهشام بيعملها ان احنا لما بنكون عندنا بري تيرم بيبي امه مش قادره تجيب لبن والام الثانيه بتجيب لبن بكميات كبيره بنعرف الاثنين على بعض الام دي والام دي وبنستاذن الام اللي جايبه اللبن ان احنا هناخد اللبن ده ونديه للطفل الثاني. اوكي وطبعا ده زي ما قلنا ان كل البري تيرم الملك هيبقى افضل من ان اخد من ام عندها ماتيور ميلك. اللبن الام بيتغير من ساعه لساعه مش عايز اقول مش من وقت إيه. عشان كده لما بيقول لك لما بتبتدي تعمل اكسبريشن بريس ميلك وتجيبه بنديه في الاوردر اللي اتسحب بيه من صدر الام. لما بعمل اكسبريشن الصبح بحاول اديه الصبح بتاع بالليل بحاول اديه بالليل وده برضو من الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها انه بيفرق في النوم بتاع الطفل بالليل والنهار. البريست ميلك فورتيفايرز don't have breast milk fortifiers. لكن زي ما شفنا في الاستاذ اللي احنا قلتها دلوقتي في المحاضره ان احنا كل ما بيدخل البوفاين derived milk فورمولا بتعمل لي مشاكل نيكروتايزنج انتيروكولايتس. لكن لما بعمل هيومن ميلك derived fortifier ده ما بيعمليش المشاكل لان الاثنين اصلهم هيومن ميلك. خد بالك لكن ده حتى الفورتيفاير اللي اصلها هيومن ميلك از اكستريملي اكسبنسيف. كويس هو السؤال بقى حضرتك اللي انا فهمته من السؤال ده لو في بريماتيور هيومن ميلك بريماتيور بانك هل يصح ان البريماتيور هيومن بانك اجي اديه مثلا في الحضانات وهو متاخد من كذا ام دونر علميا ودينيا رأي الشرع فيها ايه؟ لو ده دخل مصر اوريدي لو ده دخل مصر ده انا ده اللي فهمته من السؤال لو ده دخل مصر شرعيا ينفع يتاخد من دونر وهي الامهات دي البري تيرم اصلا؟ اتفضل يا فندم. احنا مش هنقدر نعمل دي ان ما دخلش عندنا مصر لكن دي حتى مش مشبعات اصلا دي كلها حاجه بتبقى معظمها زي ترافت فيدنز. تمام يعني مش نتكلم على خمس رضعات مشبعات. ايوه حرق. هو شرعا هي خمس رضعات مشبعات. المالتيبل دونرز دي موجوده بره احنا مش موجودين
احنا حتى ما بنستخدم الدونر ميلك زي ما الدكتور عادل قال، بنعرف الاهالي على بعض، لازم يتعرفوا على بعض علشان لو استخدمت اللبن ده كتير فعلا في لخبطه انساب. وثبت انه البريست ميلك كونتينز ستام سيلز، كونتينز سيلز ليمفوسايتس، الليمفوسايتس دي عليها ال HLA تايب، يبقى فعلا ان يبقى ال حضرتك معايا اتفضل. يبقى لا لازم الاهالي يتعرفوا على بعض ونقول لهم الطفلك خد اللبن بشكل فلاني، ويبقوا علشان حته لخبطه اللبن. فحته اللبن اللي جاي من مالتيبل دونر احنا ما عندناش، ده موجود بره. ومحدش في الدونر ميلك، يا ريت الادمن يقفل الاصوات على الباقيين، يا ريت الادمن يقفل الاصوات على الباقيين. وسام دكتور وسام، انا سامعك دكتور، قافل ميوت الباقيين عشان في دوشه، احنا سامعين دوشه يعني في انترفيرنس، في دوشه، حد فتح في حد فتح السبيكر بتاعه، فصوت اطفال صغيرين. انا مش سامع، انا مش سامع خالص حضرتك. لا لا هو اصلا مش سامع، وما فيش حد اللي احنا الاربعه البانلست الموجود، بس المهم اتفضل. طيب نخش اسئله، سؤال تاني طبعا دكاتره كتير. اتفضل دكتور هشام، حضرتك عايز تقول حاجه؟ لا لا اتفضل يا وائل. تمام اوكي دكتور وائل. ايوه يا فندم مع حضرتك. سؤال تاني حضرتك من ضمن الاسئله، ده سؤال تجميعه من دكاتره كتير بيتكلموا فيه، بيتكلموا بيقول لحضرتك thank you very much for very informative lecture. Can I ask about the type of RTF in Egypt and if there are any breast milk fortifier for preterm in Egypt؟ طبعا السؤال ده متكرر كتير، طبعا دكاترة برضو كتير عشان أجمع الأسئلة يقولوا بالعربي مثلا، من انه في دكاتره برضو حضروا معانا وفي دكاتره ممكن يكونوا جوه من نص المحاضره، فاوريدي اسئله كتيره يا جماعه احنا جاوبنا عليها، والمحاضره دي اوريدي ريكوردد، اتاكد ان هي مسجله وموجوده افيلبل خالص على صفحه الايجيبشن اكاديمي اوف بيدياتريك وصفحه الجمعيه وصفحه البيديا ايجيبت كونفرنس، عشان اللي فاتوا حاجات من اللي الدكتور عادل والدكتور هشام قالوا وبيسأل أسئلة مكررة احنا مش هنلحق لأن عندنا أسئلة كتير. السؤال بقى حضرتك بيقولوا كتير، حضرتك كده غيرت الكونسبت بتاع البريماتيور فورمولا، احنا هنا في مصر متعودين على البريماتيور فورمولا اللي موجودة في كان، موجودة بودر وبنحلها المكيال على 30 سنتي وبنديها كده. دلوقتي حضرتك بالريكومنديشن الجديده والكلام الجديد، لا احنا هنسيب البودر خالص، مفيش استخدام لبريماتيور فورمولا بودر ريكومندد طالما موجود الليكويد فورمولا استرلايزد دلوقتي. تمام كده حضرتك معايا دكتور هشام؟ ايوه انا معاك يا دكتور وائل. بص الاول عشان نقول حاجه، تمام هم الار تي اف اللي هي ريدي تو فيد فورمولا دي حاجه مش جديده وموجودة بره من زمان، لأن الكونتامينيشن بتاع الباودرد فورم موجود من زمان زي ما قلنا في الخمسينات وبعد الثمانينات وفي التسعينات وبالفينات، وأنا عندي محاضرة فيها الهيستوري بتاع كل الار تي بتاع الباودرد فورم. لكن النقطة المهمة إن الار تي اف كان موجود في مصر few years ago، كان موجود وكان بيجي لنا في الوحدات العام مركزة، وبعدين being expensive relatively وقف ان هو يجي، هيرجع تاني ينزل مصر او رجع ينزل مصر. ولما نرجع نقول زي ما الدكتور هشام كان بيقول ان الكوست بتاع ان يحصل لي انفكشن والهوستل ستاي والمعامل والانتيبيوتكس والادويه هتستخدم اعلى بكتير من ان انا استخدم ال RTF. ال RTF is coming back and it was here in Egypt before. شام. هو ال RTF وزارة الصحة للهوستل يعني في النيكيو، وهو ده الريكومندد ان في النيكيوز اللي يستخدم ال RTF.
وده هيبقى available من وزارة الصحة يستخدم الـ RTF. لغاية ما يبقى موجود الـ RTF ونقدر نستخدمه فلازم أستخدم Preterm Formula مش Full Term Formula. بالنسبة للـ Breast Milk Fortifier بعض الألبان الـ احنا طبعاً الـ Preterm مع الاسبيجن ريكومندنج لكل الاطفال تحت كيلو ونص اللي بريست فد ان يتحط لها بريست ميلك فورتيفاير, ده ريكومنديشن بتاعه الاسبيجن. فعدم وجود البريست ميلك فورتيفاير ففي البان اطفال ممكن تتزود لبن الاطفال اللي هو كاوز ميلك يتزود على البريست ميلك بكونسنتريشنز معينه علشان اوصل تو انكريز البروتين كونتنت وتو انكريز الكالوريك كونتنت. بس لازم اخد في الاعتبار او لما هعمل هذه الحركه يبقى بزود الريسك اوف نيكروتازيك انتيروكولايتس. يعني ام ايمينج هنا هو اللي انا اقدر اوصل لاديكويت جروس علشان تو افويد الاكسترا تيران جروس فيلير او اكسترا تيران جروس ريتارديشن بنشوفها في الحضانات عندنا, خصوصا في حاله ام مش قادرة تجيب لي ليبرال بريست ميلك يعني بريترم بيبي بيبي كيلو وربعمية هو تحت الريكومنديشن بتاعت الاسبيجن, ولكن الام بتجيب لي ليبرال ميلك بتجيب لي في اليوم كميات ضخمة. انا ممكن ازود الميلك بدل ما بديله لغاية 180 او 200 اوصل شوية اكتر 220 او 230 لو هي مش قادرة تجيب لي, والبيبي failing to gain weight appropriately في الحالة دي I can add البوست ديسشارج فورمولا للبريست ميلك كبريست ميلك فورتيفاير, ودي ابروفد وموجود الكلام ده كان في النيوفاكس وليه جدول لاستخدام البوست ديسشارج فورمولا كبريست ميلك فورتيفاير. طيب تسمحوا لي اكمل الاجابه على السؤال ده يا دكتور عادل يا دكتور هشام لحضراتكم. السؤال بتاع الدكتوره الطبيب المقيم في الحضانه اللي بتسال عليه بتسال على الريدي تو فيد. الريدي تو فيد زي ما استاذنا الدكتور هشام والدكتور عادل قال موجود من زمان. الحاجه الكويسه والجود نيوز فعلا ان هي اوريدي بقت موجوده في الماركت واوريدي اتوردت لوزاره الصحه وهتتورد لوزاره الصحه فري, يعني هتنزل للمستشفيات الجامعيه مستشفيات وزاره الصحه المستشفيات الحكوميه فري. الريدي تو فيد ديت اللي موجوده الشركه اللي هتنزلها اللي هي سيميلاك سبيشال كير. الريدي تو فيد شركه ابوت نيوتريشن يا دكتوره او يا دكاتره هتنزل الريدي تو فيد ده سيميلاك سبيشال كير, دي عباره عن بوتل ليكويد ريدي تو فيد 60 مللي او 59 مللي الطفل هياخدها على طول, فيها البيبرونه او اللانسيت بتاعتها اللي هي بتتحط فيها موجوده جاهزه. الريدي تو فيد ده اي مستشفى جامعيه زي ما قلت او مستشفى وزاره الصحه هيطلبها هيلاقوها موجوده في هيئه الشراء الموحد وموجوده فري بدون اي فلوس خالص. شركه ابوت مشكوره فعلا عشان تسبورت البروبلمز بتاع البريماتيور ديت وفرتها للدوله ولوزاره الصحه فور فري. ده بالنسبه للمستشفيات الحكوميه. طيب بالنسبه للمستشفيات الخاصه او بالنسبه للحضانات, الشركه ابوت نيوتريشن موفراها سبيشال ريكويست, سعر البوتل اللي هي 59 مللي سعرها 4 جنيه, يعني البوتل الواحده 59 مللي هتبقى. يا دكتور عادل حضرتك معايا سامعني؟ لا بقول لك يعني سعرها طبعا يا حضرتك كنت بتتكلم على البرايس, هتبقى سعرها 4 جنيه وفي بعض السبيشاليزد سنتر المتعاقده مع ابوت هتبقى سعرها 3 جنيه وربع كمان. ماشي, ده سعر البوتل ال 59 مللي. استخدامها بقى دكتور عادل اللي بتكلم على, طبعا شركه ابوت مشكوره ان هي هتوفر الكلام ده فري وكمان هتوفره الحضانات الخاصه عشان يقدر تواجد عليها سبيشال ريكويست بالسعر اللي احنا قلنا عليه ده. استخدامها بقى دكتور عادل او دكتور هشام بعد اذن حضرتك, دي بوتل من سيميلاك ريدي تو فيد, هتستخدم ازاي لو طفل على رايل لسه اوريدي الطفل ده ما بداش ياخد السكلينج بتاعه او بدا ياخدها سكلينج. بص الاستابيليتي بتاعتها ايه حضرتك سامعني كويس؟ سامعك. هو اولا هتخصص ازازه لكل طفل بتتشال في الثلاجه, الازازه بتتفتح وبيتحط جواها رايل
وبره وجرايل جواها والغطاء مش مقفول تماما, مقفول جزئيا, فبتسحب اللبن بالرايل الاسترايل وبتاخد اللبن تحطه في السرنجة بتدفيه. يعني افرض انت بتدي الرطعة للطفل 10 سم, هتسحب 10 سم وانت شايل الرايل في التلاجة, الازازة هتفضل معاك للبيبي ده وكل 24 ساعة غير ازازة, ارمي الازازة, فالطفل مش هياخد, مش هتبقى contaminated, والإزازة يكتب عليها تيكت باسمه. يبقى عندي لو عندي 5 أطفال كل طفل ليه الإزازة المخصصة بتاعته بالراي اللي داخل جواها, ويسحب الرضعة وتتدفى قبل ما ياخدها الطفل. طيب يعني كده رأي حضرتك معلش إن الاستابيليتي كده 24 ساعة في التلاجة بشرط إن ما حطش فيها بقه. ما لو طفل رضع 24 ساعة لو طفل رضع هتترمي, لو طفل ما رضعش وحطيت فيها رايل معقمة يبقى تعامل معاملة الإزازة المعقمة, إن بعد 24 ساعة من فتحها هرميها, في خلال 24 ساعة هسحب, يعني هترسي تكلفة الطفل في اليوم هي الأربعة جنيه. أربعة جنيه دي تكلفة أي كلام, تكلفة حاجة بسيطة. ما جابتش 8 تاني. ده معلش حضرتك احنا بنتكلم على 4 جنيه لو هو في لو هو في نيكيو خاص سبيشاليزد, مش في الحكومة اللي هي ببلاش اوريدي. ايوه ما حتى لو في الحكومة احنا نقدر نعمل نفس الحكاية عشان نوت ابيوز وما نرميش حاجة, اللي احنا الطفل يخصص له باطل طالما هو مش هيرضع منها يتحط جواها الرايل تبقى متشال من التلاجة, اسحب من البوتل دي الكميه اللبن اللي انا محتاجها واديها له كل رطعه. هي حضرتك كل 100 مللي في ريديتو فيه بتاع سيميلاك فيه كم كيلو كالوري؟ اللي فيه كم في كل 100 مللي فيها 81 كيلو كالوري. مللي 81 كيلو كالوري. تمام يا فندم. واحنا بنقول ان الريكومنديشن دلوقتي الليكويد, طالما موجود هنمشي عليه على طول ليكويد. طيب اوريدي نتكلم بقى, العيان ده خد اوريدي خلاص بقى افيلبل في السوق فري او ايفن بلو كوست بالطريقه دي, وبتهيالي كده بقى ارخص من البودر اللي موجود في السوق. طب نيجي نخش بقى على البوست ديستشارج فورمولا, العيان ده وهو هيطلع هيتحول على بودر. ايوه طيب بس. هياخد بقى حضرتك اللي كنا بنقول عليه بريماتيور فورمولا ولا بوست ديستشارج, يعني هو مثلا ماشي على الريدي تو فيد السيميلاك سبيشال كير, هيطلع مثلا على النيو شور اللي هو 76 كيلو كالوري, ولا راي حضرتك هيطلع على ايه؟ بص يا سيدي, هو لو البيبي ده كان عندي في الحضانه كان البيبي ده كان معدل زياده الوزن مزعجه جدا جدا, وبتلت التيلة انا عارفه ازوده بالمقدار اللي هو حتى مش قادر ما وصلتش ابدا لل 18 جرام بير كيلو, في الحاله دي اي ويل ديسشارج هيم على بري تيرم فورمولا. ليه؟ علشان بتديني 5 كيلو كالوري اكتر لكل 100 سم لغايه ما اوصل ل 2 كيلو ونص. اوصل ل 2 كيلو ونص الكلام ده it is a matter of debate, بمعنى انه ما فيش حاجه تقول لي انا لازم امشي بالطريقه دي, لكن اللي انا لازم اديله adequate calories and proteins علشان اجنبه الاكسترا تيران جراس فيل. لو قدرت اوصل للكلام ده adequately على لو انا الطفل ماشي كويس عندي في الحضانه وخلاص هخرجه, ممكن اقلبه على الحاجه و70 كيلو كالوري بير كيلو اللي هي البوست شارج فورمولا. لو ما كانش اديكوت يبقى هفضل ماشي على البري تيرم فورمولا لغايه ما يوصل لما بين وزن 2 كيلو ونص و3 كيلو, وبعد كده اقلب على بوست شارج فورمولا. البوست شارج فورمولا في ناس بتريكومند اتسيوز up to the age of 9 months ده بروفيسور شاندلر, بروفيسور شاندلر كان قايل الكلام ده. في ناس اللي ما عليهاش خلاف لغايه سن 52 اسبوع بوست كونسبشنال, حته بقى ما بعد كده بروفيسور شاندلر بيقول انه اي كان يوز ات اب تو ذا ايج اوف 9 مانث. في بعض الناس رغم اللي انا البوست ديسشارج فورمولا اللي هي انريش ببروتين اديشنال وكالوري اديشنال they fail to gain appropriate weight, بالذات لو كان عنده respiratory problem, لو كان هو resting respiratory rate بتاعه عالي, اللي عنده chronic lung disease بياخد اكسجين في البيت او ما بياخدش اكسجين في البيت ولكن عنده chronic illness نتيجة البريماتيوريتي. ففي الحالة دي لو ما قدرتش توصل لأديكت وتجيني ويت على الواحد 81 كيلو كالوري
per 100 مليليتر. هل قلب على ايزوكالوريك فورمولا؟ يعني ايه ايزوكالوريك فورمولا؟ اللي بتديني 1 كالوري بير سي سي، حد لواحد، واحد لواحد. يبقى لو اف اي فيل بعد ال 81 يبقى الخطوة اللي بعديها لا، المية تدي مية علشان اوصل لأديكويت جينين ويت وما يحصل ليش الاكسترا تيران جراس فيل. طيب في نواب هنا بيسألوا حضرتك، كل في 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 اختلافات بالنسبه لهم او كونفليكت بتوين البوست ديسشارج فورمولا والبريماتيور فورمولا البودر؟ ما بتكلمش على ريدي تو فيد، احنا خلاص اتفقنا ان ريدي تو فيد او استيميلاك سبيشال كير ده هياخد في النيكيو بس، ولا حضرتك ممكن عيان يخرج عليه بره؟ ما هو يخرج عليه بره، هو مش متوفر، مش هيبقى متوفر الا مش متوفر في الصيدليات، هو ده في الهوسبيتال براكتس. طيب. هو ده انه في الحضانه يستخدم الار تي اف. طيب كويس. في عندنا بقى بريماتيور فورمولا بيتقال عليه 76، وفي بريماتيور فورمولا يتقال عليه 82 كيلو كالوري، وفي بريماتيور عليه فورمولا. ازاي النايب يقدر يفرق دي بوست ديسشارج ولا دي بريماتيور فورمولا؟ سؤال من ضمن الاسئله. هو اللي بيتاخد عند الديفرنت دايليوشن ده اكتشلي بوست ديسشارج فورمولا، بتحضرها يا اما مكيال على 50 يا اما مكيال على 55 يا اما مكيال على 60. تمام. وبناء على طريقه التحضير على امانتو فلويد اللي بتتدرج فيها تقدر توصل هذا التركيز. اي ثينك انه لو الطفل ده يعني لو انا محتاج ان انا ادي له حاجه و80 كالوري هدي له بريماتيور. السكند شويس اللي انا هدي له البوست فورمولا على الكونسنتريشن العاليه اللي هي على 50 على 60 سي سي. طيب سؤال تاني يا دكتور عادل ودكتور هشام من 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 دكتوره غاده، بتقول طب انا دلوقتي اديته جوه الحضانه اللي هو السيميلاك سبيشال كير او ريدي تو فيد، هل لما اكمل لازم اكمل بوست ديسشارج فورمولا واكمل فورمولا عادي كفول تيرم فورمولا نفس الكومبوزيشن ونفس البراند نيم بتاع الشركه دي كومبوزيشن، ولا ممكن اكمل باي كومبوزيشن تاني او اي براند نيم تاني؟ هي ستاندردز كده زي ما نقول ان الار تي اف هيبقى جوه الحضانه دي فور سيفتي، وعلشان اخد الريكوايرمنتس بتاعتي مظبوطه عشان التحضير الغلط اللي احنا قلناه ان الباودر فورم فيه يعني فرصه ان يحصل فيه اخطاء في الكونسنتريشنز واضحه جدا وكثيره جدا بجانب التلوث. فار تي اف ده جوه الانتنسيف كير، خرج بره المفروض ده بياخد البوست ديسشارج فورمولا علشان البروتين كونتنت بتاعها العالي وعشان الايرن وعشان الكالسيوم وكل الكلام ده لحد ما اوصل للوزن بتاعي اللي هو 2 كيلو ونص، ممكن اقلب بعد كده لفورمولا تيرم فورمولا عاديه. في بعض الناس زي ما قلنا ان هو if he's not gaining weight بيكمله لحد 9 شهور بالبوست ديسشارج فورمولا ان ايفن بالبريترم فورمولا لحد يعني السيميلاك نيو شور عليه ريكومنديشن لحد 9 شهور. يعني هو السؤال نفس الكومبوزيشن او البراند نيم ولا ممكن تشيفت البراند؟ مش هيفرق الكومبوزيشن اصلا، بيبقى كله قريب من بعضه، وهتلاقي الكالوريك كونتنت بتاع ده لو بوست ديسشارج في الشركه دي زي الشركه دي زي الشركه دي. تمام. لو كان الفورمولا ديت نيونيتال بتاع ده بريترم فورمولا هتلاقي الكونسنتريشن بتاع الكالوريك كونتنت بتاعها واحد. بالك بس يعني لو دي فيها بري بايوتيك ودي فيها برو بايوتيك دي فيها يعني الفكره كلها ان كل شركه بتنزل، ما في نزل حاجات جديده فول تيرم فورمولا، في حاجه مش موجوده في اي اتش ام او. اي الريتش موز لا يعني اللي عايز اقوله ان الاضافات كلها على حاجات البيزك اللي انت بتدور عليه، اللي انت بتدور على الفات كونتنت على البروتين كونتنت على الكالوريك كونتنت بتاعه على الكالسيوم على الايرن. بعد كده الحاجات التانية الزياده دي اهلا وسهلا، واخد بالك؟ عشان هتحط لي بري بايوتيك اهلا وسهلا. في ناس معترضه تماما على وجود بروبايوتيك في الالبان اللي هو البكتيريا الحيه او البكتيريا البروبايوتيك موجوده في الالبان، يقول لك لا انا مش عايز بروبايوتيك، انا عايز بري بايوتكس بس في الملك.
فهي هتكمل بيه بعد كده، ما تفرقش ان هي لو عايزه بتدور على بوست ديسشارج فورمولا اي براند اهلا وسهلا. مفيش حاجه اسمها مشيت على براند لازم تكمل عليها. ايوه هو ده السؤال اللي بنتكلم عليه، لازم استمر على شركه سي خالص. لا لكن انا طول ما انا ماشي في بري تيرم فورمولا اكمل على البري تيرم فورمولا لغايه التارجت بتاعي، تارجت احطه 2.5 احط 3 كيلو واتفر هكمل عليه. قلبت على فول تيرم فورمولا لقيت الجنين وين ابروبريت يبقى ادي بوست ديسشارج، ما كانش كافي هتدي بري تيرم فورمولا، ما كانش كافي هتدي ايزوكالوريك فورمولا، ايا كان اسم الشركه المنتجه ايه. تمام. سؤال برضو من دكتور تاني بيقول امتى ابدا ادخل او هشفت بقى للترم فورمولا العاديه، يبقى الطفل الويت بتاعه كام او الايدج بتاعه كام؟ اتفضل. هو لازم يبقى عدى 3 كيلو، عدى 3 كيلو بعد الدقيقة. وصل لل 3 كيلو هو سن 6 اشهر او 7 اشهر لا اشكال، يبقى لسه ده فار اواي الجروس كيرف بتاعه، بعيد عن الجروس كيرف بتاعه الطفل المماثل ليه، يبقى الترم فورمولا مش كفايه. اما الاقي ان الطفل ده ابروتشنج الجروس كيرف الطبيعيه الكومبنسيتي للسيم بوست كونسبشنال، يبقى ده سن مناسب ان انا اعمل يعني اعمل له بوتنج على الكيرف. لقيته على الكيرف بقى ماشي كويس زي اي بوست كونسبشنال ايج طفل تاني، اقلب على الفول تيرم لسه لاجينج بيهايند، يبقى صعد في البروتين كونتنت والكالوري بتاعك لغايه ما توصل للكورسبوندينج على الجروس كيرف. نقطة مهمة قوي، الجروس بتاع البري تيرم بيبي انترايتراين الترايز ان احنا نخليه زي الانترايتراين جروس كيرف ما بيحصلش. فانت بتدور على انه يبقى ماشي حتى لو على الفيفث برسنتايل التنث برسنتايل، بس يبقى ماشي على الكيرف ده نفسه، ومعروف ان الجروس ريت بتاعه ماشي مظبوط على هذا الكيرف، بقى الكيرف ده بتاعه، واخد بالك؟ انا اللي يقلقني ان هو يكون ماشي بلو ثيرد برسنتايل، او ان هو يكون اتنقل 2 برسنتايلز كيرفز من اللي كان ماشي عليه وقل. فاللي احنا بنمشي بيه ان احنا ماشيين على كيرف واحد ماشيين عليه حتى لو القليل كده، احنا زينا زي بوست كونسبشنال ايج بتاع الطفل المولود في معاد. واضحه؟ صوتك راح يا وقت. صوتك راح طبيعي. تمام اصوم. لا معلش كنت قافل الصوت عشان الازعاج، بس بقول لحضرتك طبيعي الاسئله كتير جدا، وفي اسئله كتير معايا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك بيج وكويتشن اند انسر برضو على زوم. احنا دلوقتي بقى لنا اكتر من ساعتين ونص، ولو فتحت اكتر من كده هيبقى صعب جدا جدا جدا، وستيل لسه الناس موجوده معانا على السوشيال ميديا وموجوده معانا على الزوم. احنا شاكرين جدا 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 يا دكتور عادل يا دكتور هشام بالنيابه عن شباب الاطباء وعن اطباء الاطفال في مصر والميدل ايست كله. يعني احنا يعني ما شاء الله يا حضراتكم اوفيتوا في موضوع البري تيرم فيدنج زي نيجو باذن الله. يعني ميعادنا هيبقى قريب برضو في النيوناتولوجي، برضو مشكلة كبيرة وديبيت كتير في النيكيو، برضو هنحاول بمشيئة الله الباتريك انتنسيف كير برضو نتكلم على النيوتريشن فيها، لأن في أطباء كتيرة طلبوها. في النهاية زي ما بنشكر حضراتكم احنا بنشكر شركة أبو نيوتريشن، سلا في الدكتور إبراهيم رجب جي ام أبو نيوتريشن مصر والكويت، روان ميديكال دايركتور مصر والكويت، ودكتورة إنجي، وكل تيم أبوت نيوتريشن. وشاكرين جدا 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 في يعني في الجود نيوز فعلا ان هم قدروا يوفروا لنا الريدي تو فيد فري لكل حضانات المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة. عليكم يا دكاترة انتوا تطلبوا من إدارة المستشفى من عندكم من ان هم يتواصلوا مع هيئة الشراء الموحد، يطلبوا الطلبيات اللي هم عايزينها فور فري، لان أبوت نيوتريشن فعلا موفره الريدي تو فيد او السبيشال سيميلاك سبيشال كير في الحضانات. وبرده ايفن زي ما اتفقنا الحضانات الخاصه محاضره فند المحاضرات الخاصه او المستشفيات الخاصه
تقدر تكونتاكت مع أبو نيوتريشن ويوفره لهم بسعر العلبة 4 جنيه وأقل من كده كمان. فضل دكتور عادل. أنا بس لي رجاء من أيوه معك عمي. لي رجاء من كل الأطباء اللي هيشتغلوا بهذه الـ RTF. يعني مش معنى أنها متوفرة أنها for free للبيشنت أن احنا نسيء استخدامها. هي مجاية علشان خاطر الـ preterm babies. تمام. وهي عشان تستخدم for 24 hours بالprecautions اللي اتقالت الدكتور هشام قالها وهو كل ده بعد ما نكون جربنا لبن الأم الفريش لبن الأم المجمد أو المبرد وبعدين الهيومن دونر وبعدين آخر حاجة ناخد الـ RTF. هو كلام كله ندي RTF ولا ندي powder form؟ لا الـ RTF هو ده بودر من كل الجهات الدولية، لكن دي ده نمرة ثلاثة بعد البريست ميلك والدونرز هيومن ميلك. تمام؟ فمن فضلكم حافظوا على الـ RTF علشان حرام تويست ريسورسز داخل الدولة واحنا بنستخدمه بحرص ويعني زي ما نقول حافظ عليه عشان تحفظ ولادنا ان شاء الله من كل السوء يا رب. شكرا جزيلا. لا وعشان كمان يقدروا عشان يقدروا ابو تبقى بالسبورت ما نجيش نطلب منهم دون دونيشن تاني نلاقي الموضوع وقف بعد ما الدكاتره كلها بداوا يتعودوا عليه وبداوا يشتغلوا بيه. يكملوا فعلا مش هيقدروا يكملوا لان ما هو ديفينتلي او لا ابيوز مش هيدوا لك بصراحه يعني انا لو كده مش هلاقي هدي لك. النقطة المهمة نحافظ على اللي جاي لنا ده لأن ده فعلا حاجة مهمة وآخر ريزورت لكن ريزورت موجود أأمن من المتوفر الباودر كمان. دكتور هشام مرسي يا دكتور وائل مرسي خالص إن تحت هذه الصارة الممتعة ويا رب يبقى بفايدة وشكرا لشركة أبل يا فندم. ده احنا اللي ساعدين ساعدين وساعدين بوجودكم انتوا الاثنين على شاشه واحده يعني قدرنا نجمع حضراتكم عالمين من اعلام النيونتولوجي في الميدل ايست كلهم في شاشه واحده والله العظيم يعني دي حاجه يعني تحسب يعني لكل اطباء مصر ان قدرتوا حضراتكم تستقطعوا من وقتكم شويه الكتار دول. طبعا انا عارف ان تعبنا حضراتكم 3 ساعات الا ربع لغايه دلوقتي بديسكشن ولسه بس انا مش هاثقل على حضراتكم بقى بالاسئله الكتيره وباذن الله ابعتها لحضراتكم لو لقيت فيها اسئله اتسالت ومش موجوده مكرره بمشيئه الله. سؤالي بس يا دكتور هشام قبل ما نقفل الريدي تو فيد لما تيجي الحضانات او الار تي اف هل محتاجه وهي مقفوله تتحط في الثلاجه ولا تتحط اون شيلف عادي؟ في الروم تمبريتشر تتحط عشان الممرضات بس يستخدموها ازاي؟ تتحط اون شيلف. نعم تتحط on shelf في room temperature. تعريف room temperature يعني 25 مش 43 يعني يعني حضرتك لازم تكون في منطقة في تكييف درجة الحرارة ما تزيدش عن 25 وعلى الرف مش في التلاجة وانس اتفتحت تخش التلاجة دخلت التلاجة تقعد 24 ساعة لو بنسحب منها معقمة مش البيبي اللي حطها في بقه الطفل حطها في بقه وبقه دي خلاص. طيب تقول ايه حضرتك برضو للدكاترة اللي اوريدي هيستخدموها ويفتحوا ازازة ويوزعوها على الاطفال البريماتيور اللي في الحضانة كلها والله عشان يقولوا احنا بنوفر لو عملها برايل لو اما فتحها هي عامة في الحضانة بتتوفر ببلاش انا افضل ان يبقى واحدة ازازة بوتل بالرايل بتاعها لكل طفل ان ما كانش يبقى هو حاطط الرايل دي يسحب بسرنجة لكل طفل ويبقى الازازة تفتح للرضعة لكل الاطفال اللي عنده واي حاجة فطلة تترمي ويفتح واحدة تانية يعني كل رضعة يفتح واحدة جديدة. تمام كده يبقى احنا عندنا اوبشن تاني ممكن نستخدمه فيه. شكرا جدا وسعيدين جدا يتعامل كانه دراج تمام يا فندم تمام كانه انتي بايوتيك sometimes بتفتح لك كذا طفل نفس الفيروس بتاعه بس انت ساحب بطريقه معقده تمام واخد بالك تمام كده يعني اتعامل معاه لانها دراج.
فعشان احنا كل اللي بندور عليه safety of the preterm, وما احنا بننقل ليه الـ RTF من الـ الـ من الباودر فورم باودر من الباودر للليكويد فورم, من النقل من الباودر للليكويد فورم علشان الكونتامينيشن. تمام, في التحضير وفي التصنيع تمام تمام تمام. شكرا جزيلا دكتور وائل, شكرا جزيلا لأبوت, شكرا جزيلا للدكاتره اللي استحملونا قاعدين معانا بقالهم. شكرا شكرا جدا وتعبناكم خير. لا شو انتوا انتوا المهم قاعدين حضرتك بقى عند الدكتور عادل ولا عند الدكتور هشام في البيت بقى, ولا في المكتب ولا فين؟ دكتور عادل في العياده. عادل في العياده. اه يعني انتوا كده كده خارجين انتوا الاثنين, لسه هتروحوا البيت, مش فوقين على حضراتكم. كل سنه وانتم طيبين وسعداء جدا جدا جدا, وتصبحوا على خير. شكرا شكرا يا فندم, شكرا, مع الف سلامه.